السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد معانا في كورس CMA بارت 1، ومكملين مع بعض زي ما احنا وقفنا آخر مرة في يونت 1، مكملين مع بعض يونت 1 إن شاء الله. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن آخر موضوع في موضوعات يونت 1، وهو Revenue Recognition أو الاعتراف بالإيراد. مبدئيا كده قبل ما نتكلم عايزين ناخد مقدمة بسيطة كده عن الموضوع، إيه هو الاعتراف بالإيراد والغرض الرئيسي منه والكلام ده كله. بصوا بقى، النهاردة أي شركة من مصلحتها أن هي تزود إيراداتها على قد ما تقدر علشان تعمل إيرادات عالية آخر السنة عشان نحقق التارجت، الكلام اللي انتوا عارفينه ده كله. فيجي مثلا قبل آخر السنة تلاقي بيقولك يا عم فوتر خلص بسرعة وطلع فواتيرك ومش مهم سيب الوضع في المخزن نبقى نشحن بعدين علشان نزود إيراداتنا عشان نحقق التارجت بتاعنا، الكلام ده كله. فالمعيار هنا وقف لهم بالمرصاد وقال له لا، مش أي إيراد تقول عليه إيراد، الإيراد لازم يتوافر فيه شروط معينة. اتفقنا؟ طيب النهاردة لو حضرتك بصيت للصناعة اللي انت شغال فيها هتلاقي الصناعات اللي بنعترف فيها بالإيراد أنواع معينة. بمعنى ايه؟ ممكن واحد مثلا عنده بضاعة في المخزن على الرف هيشيلها يسلمها للعميل يطلع الفاتورة يعترف بالإيراد، شكرا على كده، دي سهلة مفيهاش مشكلة، الراجل دوت بيبيع سلعة معينة وما عندوش اي مشكلة خالص، سلم السلعة طلع الفاتورة اعترفنا بالإيراد. طيب نوع تاني من انواع الاعتراف بالايراد وهو اللي فيه تلاعب شديد وللمعيار هنا بقى ذكره بالتحديد وكتاب CMA هنا ركز عليه قوي، وهو الكونتراكتس العقود. لما حضرتك تكون ماضي عقود مع عميل العقد ده بيبقى زي ما تقول كده ايه يعني مش في ثغرات كتير ممكن تعترف بيها بايراد وممكن لا ثغرات ما تخليكش تعترف بايراد والكلام ده كله. فالنهارده الراجل اختص تحديدا، بص بقى كده معايا في الكتاب، اختص تحديدا بحاجه اسمها ايه؟ ريفنيو ريكوجنيشن، الاعتراف بالايراد. بس فين؟ ها ريفنيو فروم ايه؟ كونتراكت ويز كاستمر. يبقى احنا النهارده موضوعنا كله هيكون منصب على الكونتراكت ويز كاستمر. لما حضرتك تكون عامل عقد طويل الاجل في اللونج تيرم كونتراكت، بتنفذ مثلا مشروع على 3 سنين، بتؤدي خدمه على مدار 5 سنين، امتى تعترف بالايراد؟ هل كل ما تؤدي جزء من الخدمة تعترف بالإيراد ولا في نهاية العقد خلاص هتعترف بالإيراد ولا لا؟ فده إن شاء الله هيكون الموضوع بتاع محاضرة النهاردة. وزي ما اتفقنا احنا هنا هنتكلم عن الايه؟ ها الكونتراكت ويز كاستمر، علشان فيها تلاعب كتير جدا في الاعتراف بالايراد. فهنبدا واحده واحده كده نعرف ايه هم الخمس خطوات اللي احنا محتاجينهم علشان نعترف بالايراد، وايه تفاصيل كل خطوه بالظبط هتبقى ماشيه ازاي. اتفقنا؟ تعالوا ناخد كده اوفر فيو ونعرف شويه مصطلحات مهمه، وفي نفس الوقت نعرف الشركه ليه بتعترف بالايراد، اكيد عشان تثبت مبيعات، صح؟ تعالوا نشوف. بيقولك هنا the core principle، الاساس الرئيسي او المبدا الرئيسي is that an entity recognize revenue، ان الشركه بتعترف بالايراد for the transfer of promised goods or service. ايه promised goods or service؟ يعني البضائع او الخدمات اللي انا وعدت بيها العميل، وبالتالي انا بترانسفير. يا عم انا وعدتك في ايه في العقد؟ ان انا هسلمك مثلا 100 قطعه من دوت، اتفضل يا عم ادي ال 100 قطعه. انا وعدتك ان انا هدي لك خدمه انترنت لمده 3 شهور، اتفضل ادي خدمه الانترنت. اتفقنا؟ يبقى انا النهارده بعترف بالايراد عشان بترانسفير او بحول بروميسد جودز اور سيرفيس. يبقى اول مصطلح عرفناه وهيتكرر معانا كتير كلمه بروميسد جودز اور سيرفيس، اللي هي الخدمات او البضائع اللي انا وعدت العميل ان انا هاديها له. طيب تو كاستمرز ان ان اماونت بقيمه that reflects بتعكس زيها consideration to which the entity expected to be entitled. يعني ايه بقى consideration؟ بصوا بقى consideration دي، واتمنى يكون معاك ورقه وقلم كده والكتاب في ايدك وبتكتب. consideration دي يعني المقابل المادي. يعني ايه بقى المقابل المادي؟ حضرتك لما بتاخد سلعه بتدفع المقابل بتاعها، صح؟ المقابل اللي حضرتك بتدفعه ده فلوس، مش كده؟ قد تكون هتدفع مقابل مادي تاني اخر غير الكاش، صح؟ ممكن مثلا هتدي له قطعه ارض بالمقابل المادي اللي انت هتاخده، هتدي له انت كمان بضاعه في المقابل البضاعه اللي هتاخدها منها. وبالتالي هنا في الكتاب حط او في المعيار حط لفظ عام شويه وهو كلمه ايه؟ consideration transferred او المقابل المادي المحول. اتفقنا؟ يبقى لما تقابلك كلمه consideration اعرف ان ده السعر، القيمه، الفاليو، المقابل المادي، وده لفظ عام بيشمل الكاش واي مقابل مادي تاني ممكن تدفعه. طيب to which the entity expected to be entitled. to be entitled يعني يحق لها، يعني خلاص المقابل المادي دوت يحق للانتيتي او يحق للشركه. in the exchange، exchange اللي هو عمليه المبادله، انا خلاص ببادلك يبقى انا يحق ليا المقابل المادي. يبقى الموضوع بسيط جدا، الاعتراف بالايراد هو ان حضرتك بتترانسفير البروميسد جودز اور سيرفيس اللي حضرتك وعدت بيها العميل، وبتاخد في المقابل دوت كونسيدريشن، مقابل مادي. واضحه كده؟ طيب عندنا
5 ستيبس موديل فور ريكوجنايزنج ريفينيو فروم ذا كونتراكت ويز كاستمر. خلي بالك هو فروم ايه؟ كونتراكت. ها شغلنا كله هينصب على الكونتراكت. طيب خمس خطوات، خمس خطوات دول لازم حضرتك تمشي عليهم بالتفصيل، هناخدهم كده اجمالا كده اسم كل واحده وبعدين هنرجع ناخدهم بالتفصيل بعد كده. تعالوا نشوف اول خطوه، ايدنتيفاي كونتراكت ويز كاستمر. نكتب عقد، سهله دي، فيها مشكله؟ نكتب عقد ان ايدنتيفاي كونت، تعالى يا عم اقعد ونكتب عقد مع بعض، هنشوف نتكلم بعد كده في تفاصيلها ونعرف ايه هي مواصفات العقد السليم وايه الشروط اللي بتتحقق عشان العقد يكون سليم. طيب ايه تاني؟ ستيب 2 ايدنتيفاي ذا بيرفورمانس اوبليجيشن ان ذا كونتراكت. مصطلح خطير ومهم هيتكرر معانا كتير، بيرفورمانس اوبليجيشن. يعني ايه كلمه بيرفورمانس اوبليجيشن؟ التزام واجب الاداء، صح؟ التزام واجب الايه؟ ها الاداء. يبقى البرفورمانس اوبليجيشن هو الالتزام واجب الاداء. طب يعني ايه ايدنتيفاي البرفورمانس اوبليجيشن؟ يعني اجي في الكونتراكت واكتب حضرتك الالتزام الواجب الاداء بتاعك انك تدي لي 100 قطعه من المنتج ده، وانت كمان الالتزام الواجب الاداء بتاعك ان انت تحول لي فلوسي. يبقى حددنا التزامات كل طرف في العقد. ايه تاني؟ ديتيرمين ذا ترانزاكشن برايس، نحدد سعر السلعه في العقد، سهله. وبعد كده اللوكيت ذا ترانزاكشن برايس اللي احنا حددناه فوق تو ذا بيرفورمانس اوبليجيشن اللي اتكلمنا عنه في الفقره اللي قبلها. يبقى كانك هتاخد البيرفورمانس اوبليجيشن او الالتزام بتاع حضرتك تضربه في السعر فتطلع المبلغ في الخطوه الرابعه. طيب ايه تاني؟ الخطوه الخامسه بعد ما حسبنا السعر خلاص في الخطوه الرابعه، قال لك خلاص كده الحمد لله، ايه بقى؟ يلا بينا نريكوجنايز الريفينيو، هنعترف بالايراد. بس خلي بالك هنا قال لك ايه؟ وين اور ايه از بيرفورمانس اوبليجيشن ساتسفايد. ايه الفرق بين وين؟ وين يعني ها عندما، واز يعني كما في. على فكره وين دي موضوع كبير واز دي موضوع كبير تاني. يعني احنا النهارده احنا بنتكلم اما نوصل للخطوه الخامسه هنقسم كلامنا جزء اسمه وين امتى وجزء اسمه ايه از. يعني ممكن اعترف بايراد لما كل ما ادي لك شويه حاجات تعترف بيها وتفوترها، او لازم از ديت اللي هو لما اخلص خالص كما في نهايه العقد. اتفقنا؟ يبقى هنتكلم عن وين دي وهنتكلم عن ايه از. بيرفورمانس اوبليجيشن از ساتسفايد، لما الالتزام واجب الاداء ساتسفايد يتادى، خلاص. اتفقنا؟ دول كده الخمس خطوات بتوعنا. يلا بينا واحده واحده كده نبدا ونشوف اول خطوه هتقول ايه. ادي ستيب 1 اهي، ايدنتيفاي كونتراكت ويز كاستمر، اهي ايدنتيفاي ذا كونتراكت ويز كاستمر. تعريف الكونتراكت ده ان اجريمنت بتوين، اتفاقيه تو اور مور بارتي، طرفين او اكتر. That creates ايه؟ enforceable rights and obligation. يعني كلمة enforceable rights؟ حقوق واجبة. And obligation التزامات. يبقى العقد دوت هيدي للناس حقوق واجبة وهيدي للناس التزامات. طيب revenue is recognized for a contract with customer if ايه؟ all of the following criteria are met. عايزك هنا تخلي بالك ما بين حاجتين، all و met. met يعني كلهم يتحققوا او يتقابلوا. all of the following criteria، يعني شايف دول كلهم لازم يحصلوا مع بعض، لو واحده من دول وقعت ما تعترفش بالايراد. اتفقنا؟ يبقى دول كده مواصفات او شروط العقد السليم ولازم كلهم يتحققوا. تعال نشوف اول واحده. The contract was approved by the party، يمضوا على العقد. صعبه دي، لازم كله يابروف ونمضي، يبقى خلاص كده. طيب The contract has commercial substance، العقد له جوهر تجاري. يعني في عملية تجارية هتتم في العقد، انت هتديني بضاعة او خدمة وانا هدي لك فلوس، مش بقى عقد اتفاق ولا عقد مثلا ان احنا بنتفق ان احنا هنعمل حاجة ولا عقد مشاركة ولا الكلام ده كله. انا عايز حاجة فيها ايه؟ ها the contract has a commercial substance، اللي هو جوهر. substance يعني جوهر، جوهر تجاري. طيب تلاتة، each party's rights، حقوق كل طرف regarding الجودز اور سيرفيس تو بي ترانسفيرد وريجاردنج البيمنت تيرم كان بي ايدنتيفايد. هنحدد حقوق كل واحد في الناس، مين اللي عليه الجودز اور سيرفيس تو بي ترانسفيرد، اللي هيحول بضاعه نكتب حقوقه وواجباته، واللي هيدفع البيمنت تيرم، اللي هيدفع السداد او البيمنت تيرم اسلوب السداد يتحدد. طيب اربعه، ات از بروبابل ذات، من المرجح ان او من المحتمل ان ذات ذا انتيتي ويل كولكت سبستانشلي، جوهريا هتحصل جوهريا اول اوف ذا كونسيدريشن تو ويتش ان ات از انتايتلد اكوردنج ذا كونتراكت. تاني، ات از بروبابل ذات، من المرجح ان او من المحتمل ان الشركه هتحصل فلوسها. ايه فلوسها دي؟ اول اوف ذا كونسيدريشن، كل المقابل المادي، تو ويتش ات انتايتلد، اللي بيحق ليها اكوردنج تو ذا كونتراكت. ركز بقى معايا عشان الحته دي الناس كتير ما تفهمهاش. مش وانت بتمضي عقد مع العميل
وبتقول لها دي سعر السلعة ودي الالتزام وهتاخد بضاعة وهدي لك سلعة، مش انت في قرارة نفسك من المحتمل ان حضرتك تاخد فلوسك؟ ولا انتوا بتمضوا عقد وعارفين ان في الاخر العقد دوت محدش هياخد فلوس ولا حد هيعمل حاجة؟ ولا انت بتمضي عقد وانت شاكك بنسبة كبيرة ان الراجل ده هيهرب بره البلد ومش هتعرف تجيب فلوسك؟ فخلي بالك، تعريف probable اهو، probable means that the future event is ايه؟ ها؟ likely to occur، محتمل بشدة ومرجح ان هو ايه؟ يحصل. ده معنى كلمة probable. اتفقنا؟ يبقى الشرط الأخير إن حضرتك بتمضي العقد تبقى كده مرجح أو محتمل بنسبة كبيرة إنك هتاخد فلوسك، اتفقنا؟ طيب، يبقى الأربع شروط دول لازمين عشان أقدر أقول الكونتراكت ده سليم وأقدر أعترف منه بإيراد. فبيقول لك أهو: If the criteria described above are not إيه؟ met، يعني كلهم ما اتوجدوش. زي مثلا if collectability cannot be reliably estimated، يعني حضرتك مش عارف تريلابيلي استيمت تتنبأ بمصداقية عن الكولكتابيليتي او ما انتش واثق من التحصيل مثلا، طب ايه اللي هيحصل؟ The consideration received، المقابل المادي اللي حضرتك استلمته is recognized as a liability and no revenue is recognized until the criteria are met. لا، نقف هنا شوية بقى. الراجل ده بيقول لك لو اي واحده من اللي فوق دول ما اتوجدتش فانت مش هتقدر تعترف بالايراد، وده معناه ان اي فلوس حضرتك خدتها من الراجل تبقى لايبيليتي عليك. زي ايه اللي خدناه في الجزء بتاع البالانس شيت لو تفتكروا؟ الان ايرند ريفينيو. ايه الان ايرند ريفينيو؟ دي ايراد غير محقق، فاكرينه؟ كنا بناخد دفعات مقدمه من العملاء وبنحطها عندنا كايه؟ كارنت لايبيليتي، لان حضرتك مجبر ترجعها للعميل او تديله السلعه او الخدمه بتاعته. يبقى طول ما حضرتك مش قادر تعترف بالايراد لان الاربع شروط دول ما توفروش، يبقى كل الفلوس اللي حضرتك خدتها لايبيليتي والنو ريفينيو از ريكوجنايزد، ما تقدرش تعترف بالايراد لحد ما الكرايتيريا اللي فوق دي ار ايه؟ مات. اتفقنا؟ طيب، بيقول لك هنا هاويفر، استثناءات بقى، ها، قاعده وليها استثناءات. هاويفر ايفن وين ذا كرايتيريا ديسكرايبد ابوف ار نوت مات، حتى لو الكرايتيريا اللي فوق ديت ار نوت مات، ممكن احتمال اهو ان في شويه ريفينيو ان ذا اماونت اوف ايه؟ نون ريفاندبل كونسيدريشن ريسيفد فروم ذا كاستمر از ريكوجنايزد. ركز بقى معايا، يعني ايه نون ريفاندبل؟ ريفاند يعني رجع لك فلوسك. طب ونون ريفاند ان انا فلوسك مش هترجع لك. زي ايه مثلا؟ غرامه الغاء العقد. لو احنا مثلا ماضينا عقد وانا استلمت منك دفعه مقدمه مليون جنيه، كويس؟ طيب يلا بينا نبدا نشتغل، حضرتك فركشت العقد وقلت ما فيش لعب، مش هلعب خلاص. طب وبعدين اعمل ايه؟ قال لك خلاص خد فلوسك، هات فلوسي. طب في غرامه الغاء عقد ومصاريف اداريه مش هترجع لك. شايف بقى الغرامه دي؟ دي خلاص بقت حق ليك، اعترف بها كايراد ايه؟ فورا. اهو تاني: However, even when the criteria described above are not met, revenue in the amount of a non-refundable consideration، المقابل المادي اللي مش هيرجع، received from the customer is recognized، خلاص اعترف بيه يا عم كايراد، if at least one of the following has occurred. لو بص، خلي بالك هنا، if at least، لو على الاقل one of the following، يبقى شايف اي بي سي، لو واحده منهم توفرت اعترف بالجزء ده. اتفقنا؟ زي ايه بقى؟ The contract has been terminated. Terminated يعني العقد اتلغى وتقطع، خلاص مفيش عقد، يبقى في غرامة الغاء، ماشي، non refundable. ايه تاني؟ The contract over the goods or service was transferred to the customer. انا اسف، control. Control over the goods or service was transferred to the customer. سلمته بضاعته واستلم الكنترول. خلي بالك مفهوم الكنترول هنا او مفهوم السيطره، ان العميل تسلم السيطره على او التحكم في البضاعه بتاعته، وبقى هو اللي متحكم فيها واخد منك الحاجه، خلاص انت مستني ايه؟ اعترف بالايراد فورا. اهو: Control over the goods or service was transferred to the customer. نقلت الملكيه بتاعت الحاجه للعميل. And the entity has stopped transferring. وخلاص ما عنديش حاجه تانية او اديها للعميل. And has no obligation to transfer. وما عليش اي التزام تاني لانه استلم حاجته خلاص. ولا حتى في additional goods or service to the customer. خلاص. يبقى لا، فورا اعترف بالايراد اللي متبقي من العقد. ايه تاني؟ The entity has no obligation to transfer the goods or service، معليش اي التزام اقدر اعمله. وتاني حاجه: has received substantially all consideration from the customer، خدت جوهريا all consideration. يعني بالبلدي كده بيقول لك ايه؟ هو ما فيش عقد وما فيش، طب افرض ما كتبناش عقد، يعني ما كتبتش عقد بس الراجل خد بضاعته وانا خدت فلوسي، اعترف بالايراد؟ اعترف بالايراد. ها، واضحه كده؟ طيب، يبقى لو واحده من الثلاثه دول تواجدت يبقى حضرتك فورا تقدر تعترف بالايه؟ بالايراد.
كونتراكت موديفيكيشن. موديفيكيشن يعني تعديل، لو عملنا تعديل على العقد واحنا شغالين اثناء فتره تنفيذ العقد عملنا تعديل، فبيقول لك كونتراكت موديفيكيشن اكزيست وين ذا بارتيز ابروف تشينج ان ذا سكوب اوف اور برايس اوف ذا كونتراكت. هنغير السكوب بتاع العقد او هنعدل على السكوب بتاع العقد او هنعدل السعر. السكوب بتاع العقد اللي هو البضاعه اللي مذكوره في العقد او النشاط اللي مذكور في العقد، هو ده السكوب بتاع العقد. تنفيذ مثلا مبنى سكني، توريد مثلا 1000 قطعه من منتج معين وهكذا. بص بقى بيقول لك it is accounted for separate contract if the following condition are met. يعني التعديله دي تبقى عقد منفصل لو الاثنين دول توافروا مع بعض. ايه هما الاثنين دول؟ زودت كميه البضاعه وزودت سعر البضاعه. يعني لو زودت كميه بس بنفس السعر القديم لا كمل على العقد القديم، لو زودت السعر بس نفس الكميه القديمه لا كمل على العقد القديم، انما لو زودت السعر بكميه جديده يبقى ده عقد منفصل. يبقى لازم الحاجتين دول ايه؟ يتوافروا، انك تزود كميه وانك تزود ايه؟ سعر. تعال نشوف امتى يبقى سيبريت كونتراكت. لو الاثنين دول مع بعض حصلوا، ايه الاثنين دول؟ the scope of the contract increase، السكوب بتاع العقد زاد، because the addition of the addition promised goods or services that are distinct، مميزه. يعني انا دلوقتي ضفت لك شويه سلع وخدمات جديده مميزه، يعني ليها وجود مادي مختلف عن بقيه السلع الثانيه. زائد the price of the contract increase by consideration، بالمقابل المادي by consideration amount that reflect، اللي بتعكس the entity's stand alone selling price of the additional promised goods or service. يعني ايه stand alone؟ بمفردها. selling price يعني سعر بيع السلعة دي بمفردها كام. يبقى انا دلوقتي زودت سلعة جديدة وزودت سعر جديد في العقد، بقى كده بقى عقد جديد separate contract. اتفقنا؟ طيب فهمنا كده اول خطوه عامله ازاي؟ بتهيألي سهله بسيطه ما فيهاش اي مشاكل. تعالوا نشوف الخطوه الثانيه. Identify the performance obligation in the contract، نحدد التزامات كل طرف في العقد. بص بقى عشان في مصطلحات جديده هنا هنعرفها. بيقول لك ايه بقى؟ A performance obligation is a A promise in a contract، ده وعد، ده وعد انا وعدت بيه العميل ويز كاستمر اهو، تو ترانسفير، ان انا اديله للعميل يا اما ها جودز اور سيرفيس ذات از ديستنكت، مجموعه سلع وخدمات ديستنكت يعني مميزه يعني منفصله، يعني يقدر كل ما ياخد حاجه يستفاد بيها مش لازم يستنى الثانيه، او ان انا اديله سيريس اوف ديستنكت جودز اور سيرفيس. سيريس اوف يعني مجموعه من السلع والخدمات المميزه ذات ار سبستانتلي ذا سيم، شبه بعض، اند هاف ذا سيم باترن، وليها نفس اسلوب الترانسفير تو ذا كاستمر. اتفقنا؟ يبقى العقد هنا او البرفورمانس اوبليجيشن يا اما هتدي له سلعه ياخدها ويمشي وبعدين يرجع ياخد واحده ثانيه بعدها بشهر او بعدها بمده، يا اما لازم ياخد مجموعه حاجات مع بعض. يعني مثلا ايه؟ يعني انا لو ببيع مثلا ببيع لك خلينا ناخد مثال، مثلا ببيع لك لابتوب مثلا، فانا هدي لك اللابتوب وحضرتك هتاخده وتمشي، صح؟ مفيش مشكله. اما مثلا سيريس اوف ديستينكت جودز اور سيرفيس، ببيع لك علبه فيها موبايل، فيها الشاحن والموبايل، ما تقدرش تستعمل الشاحن لوحده وما تقدرش تستعمل الموبايل لوحده، يبقى دول اسمهم ايه؟ سيريس اوف ديستينكت جودز اور سيرفيس، لازم ياخد الاثنين مع بعض. اتفقنا؟ طيب تعريف ديستنكت امتى يقول لك السلعه دي مميزه ولا لا؟ وهقول لك مميزه يعني يقدر تميز السلعه بعينها وتستعملها بمفردها تعال نشوف امتى اقدر على ديستنكت. Promised goods or service distinct if لو the customer can benefit from them، يقدر العميل يستفاد بيها either on their own لوحدها or together مع بعض with other resources، مع اي حاجه عنده that are readily available، متاحة بسهولة، أو capable of being distinct. يبقى إذا الديستنكت أو السلع المميزة بتبقى مميزة لما اديها لك تقدر تستعملها بمفردها أو مع شوية حاجات تانية عندك. And the entities promised to transfer them، وعد الشركة إن هي تسلمه للكاستمر، is separately identifiable. Separately identifiable يعني محددة ومنفصلة from other promise in the contract. يعني العقد دلوقتي مكتوب فيه إن أنا أديلك موبايل وشاحن مع بعض، دول مش مميزين، مش separately.
وسماعه وجراب وسكرين، لا دول لوحدهم ممكن استعملهم مع موبايل اصلا عندي قبل كده. صح اهو، هنا بيقول لك distinct within the context of contract، يبقى هنا مميزه عشان السياق بتاع العقد بيقول ان هي مميزه. فبيقول لك هنا ايه؟ A separately identifiable goods or service، يعني separately identifiable goods or service، سلع او خدمات مميزه بقى. خلي بالك الموضوع ده مهم علشان بعد كده هتيجي تعترف بالايراد هيقول لك ايه ده، طب الحاجه اللي حضرتك تعترف بيها في الايراد ديت دي مميزه بعينها ولا لازم ياخد كل الباكج مع بعض؟ لو لازم ياخد كل الباكج مع بعض يبقى هيوقفك انك تعترف الايراد لحد ما تدي له كل السيريس اوف جودز اور سيرفيس. اتفقنا؟ اهو بيقول لك هنا A separately identifiable goods or service، مالها يا عم؟ does not significantly modify or customize another goods or service، يعني عشان اقول عليها ان هي سيبرت او منفصلة do not significantly modify، ما تعملش اي تعديل شديد، تعديل كبير or customize او تغير من صورة another goods or service promised on the contract. بمعنى ايه؟ لو انا دلوقتي مدي لك الموبايل وما اديتلكش الشاحن، هو مش الشاحن هيعمل موديفيكيشن او هيعدل او هيكستمايز الموبايل بان هو يشحنه؟ لو الموبايل من غير شاحن مش نافع، ما بقوش الاثنين ايه؟ سيبريتلي ايدنتيفايبل. طيب تاني حاجه مالها برضو السيبريتلي ايدنتيفايبل ديت المنفصله لوحدها؟ is not highly dependent on، مش معتمده على or highly related with، ولا مرتبطه بيه other goods or service promised in the contract، يعني الحاجه دي عشان اقدر عليها separately identifiable ما تكونش مرتبطه بحاجه، ما تكونش معتمد على حاجه، يعني باختصار اخد منك الحاجه استعملها بس. كل الرغي ده كله عشان اقول لك حاجتين مهمين، امتى اقول على البضاعه بتاعتك منفصله بذاتها؟ لما حضرتك تاخدها تجري تستعملها، انما هتاخدها تشيلها عندك وتقول لي مش قادر استعملها لما تجيب لي بقيتها، لا ده كده ما بقتش separately identifiable. اتفقنا؟ طيب في برضه obligation تاني في العقد بيقول لك، او التزام تاني في العقد بيقول لك a contract may include customer options to acquire additional goods or service for free or at a discount، يعني ممكن يكون في شرط في العقد بيقول للعميل لو اخدت وصلت حققت كمية 1000 قطعة هدي لك بونص كمان 10 قطع، عارف ده قلب التزام عليك، زي ان انت تدي له كوبون خصم او سيلز انسنتيف او الكلام ده. If the option provides a material right to customer، وخلي بالك من كلمة material right، material right يعني حق جوهري أو حق كبير، materiality دي يعني حاجة كبيرة. Provide a material right to the customer is the result is a separate performance obligation in the contract. يبقى حضرتك دلوقتي لو وعدت العميل بحاجة في العقد وقلت له لو أنت حققت كمية معينة هديلك خصم، والخصم ده كان بمبلغ كبير، يبقى ده بقى التزام منفصل في العقد. وعايز أقول لكم حقيقة مهمة يا جماعة بيني وبينكم كده، مفيش حاجه اسمها ببلاش في المحاسبه، مفيش حاجه اسمها ايه ببلاش في المحاسبه، انا مديها لك العميل فري بس دي ليها تكلفه عندي. اتفقنا؟ طيب خلصنا الخطوه الثانيه، تعالوا بقى نروح نشوف الخطوه الايه الثالثه. Determine the transaction price، خلي بالك الـ انك تحدد الترانزاكشن برايس ما تتخيلش ان هي حاجه بسيطه. ليه بقى؟ الترانزاكشن برايس ممكن يخضع لتغيرات كتيره جدا، راجع على عامل الزمن، وراجع على عامل خصومات الكاش، وراجع على عامل سعر الفايده في السوق والكلام ده كله. اتفقنا؟ فعايزين نركز مع بعض في موضوع الديترمينشن ترانزاكشن برايس، هو مش صعب بس طويل عشان موضوع الترانزاكشن برايس دوت فيه تغيرات كتيره بتحصل. تعالوا نشوف بيقول ايه. تعريف الترانزاكشن برايس: The transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferred goods or service to a customer. يعني ببساطة شديدة الترانزاكشن برايس هو الاماونت بتاعت المقابل المادي to which the entity اللي بيها الشركة expect بتتوقع to be entitled in exchange، هيبقى ده حقها في الاكسشينج او في عمليه المبادله اللي هتحصل ديت فور ترانسفيرنج بروميسد جودز اور سيرفيس تو ذا كاستمر. اتفقنا؟ طيب اول معلومه مهمه جدا، ات اكسكلود، لا يشمل اماونت كولكتد اون بيهاف اوف ثيرد بارتي زي السيلز تاكس، لا يشمل اي اماونت محصله نيابه عن طرف ثالث. بمعنى ايه؟ حضرتك وانت بتحصل الفلوس من العميل بتحصل السعر شامل ضريبه القيمه المضافه او شامل ضريبه المبيعات، يعني ولنفترض مثلا ان انت بتاخد منه بتبيع له بضاعه ب 1000 جنيه
وال1000 جنيه دي هيدفع عليها 14% قيمه مضافه، بقت 1140. فحضرتك هتحصل منه 1140، ال1000 بتوعك وال140 بتوع مصلحه الضرايب، صح؟ ال140 دول غير شاملين، يبقى دايما السعر بتاعنا غير شامل ايه؟ ضريبه القيمه المضافه. حتى وانت بتعمل قيد المبيعات بتفرق ضريبه القيمه المضافه او ضريبه المبيعات عن سعر عن رقم المبيعات، صح؟ طيب تاني حاجه عن السعر، any consideration payable to the customer، اي مقابل مادي مستحق للعميل. خلي بالك هنا عكس المقابل المادي المفروض مستحق لي انا، اما الكونسيدريشن او المقابل المادي المستحق للعميل، such as كوبون، اعمل له كوبون خصم، كريدتس، فاوتشر، قسيمه خصم، ريديوس ذا ترانزاكشن برايس، كل الكلام دوت بيأثر معانا في الايه؟ في بيريديوس الترانزاكشن برايس. خدت بالك من شويه ان انا قلت لك ما فيش حاجه ببلاش في المحاسبه؟ اهو يا عم، لما هتدي للعميل كوبون خصم او كريدت او هتدي له فاوتشر، حضرتك كل ده هي ايه؟ هيريديوس الترانزاكشن برايس، هيقلل سعر البيع. العميل ما يعرفش حاجه، هو يعرف ان الحاجه دي ب 1000 جنيه وهياخد عليها حاجه مثلا ببلاش ب 100 جنيه. لا، كده السعر بقى 900 لانك اديته حاجه ببلاش ب 100 جنيه، واضح؟ طيب to determine the transaction price، وعشان نحدد الترانزاكشن برايس، an entity should consider the effect of حاجتين، time value of money و variable consideration. ركز بقى معايا عشان احنا دلوقتي هناخد فكره عن الاثنين وهنبدا نتشعب ونشوف كل واحد فيهم بالتفصيل. يعني ايه time value of money؟ القيمه الزمنيه للنقود، مش النقود بتفقد قيمتها مع الوقت، صح؟ والناس بتستعمل سعر الفايده علشان تحاول تعادل القيمة الزمنية للنقود. بمعنى ايه؟ لو بنك النهاردة مثلا سلفك 1000 جنيه، وقال لك انا هاخد منك الالف جنيه ديت على 10% بعد سنة، فحضرتك في نهاية السنة رجعتها له 1100، فهو عايز يقول لك ان الالف ومية هي الالف، بس الالف دي كانت من سنة، وعشان القيمة الزمنية للنقود قلت فبقت ما يعادل قيمتها بقت 1100. اتفقنا؟ طيب ادي معنى كلمة time value of money، وهنتكلم عنها بالتفصيل دلوقتي ونشوف ازاي بيدخل عامل الوقت مع سعر الفايدة في السوق في تحديد سعر البيع. طيب تاني حاجة variable consideration، وهو المقابل المادي المتغير. ايه المتغير ده؟ هو المقابل المادي ممكن يتغير؟ طبعا. افرض انا مثلا قلت لك ايه؟ خد الالف قطعة دول بسعر 100 جنيه للقطعة، ولو حققت اكتر من 1000 هحاسبك ب 90 جنيه للقطعه. ايه ده؟ يعني المقابل المادي بدل ما كان 100 بقى 90، بقى فاريبل. افرض في ديسكاونت ولا حاجه بقى صار رجعي، مش كده؟ تعالوا بقى واحده واحده نشوف الاثنين. اول حاجه هنا كده بيقول لك ظريف ان ريكوجنايز ذا ماست ريفلكت، يعكس ذا برايس ذات ا كاستمر وود هاف بيد فور ذا برومس تو جودز اور سيرفيس اف ايه كاش بيمنت هاز بين ميد وين ذي وير ترانسفيرد تو ذا كاستمر، اي كاش سيلينج برايس. القصة دي مهمة قوي، وهو عايز يقول لك ان سعر البيع لازم يكون هو سعر الكاش. اتفقنا؟ بمعنى ايه؟ لو انا جيت دلوقتي قلت لحضرتك حضرتك هتشتري عربية، فالراجل بتقول له بكام العربية الحلوة اللي هناك دي؟ قال لك ب 100000 جنيه، لو هتكيش دلوقتي يبقى سعر البيع كام؟ 100000 جنيه، اهو ذا كاش سيلينج برايس. طب لو انا جيت دلوقتي قلت له طب بقول لك معيش فلوس قسط لي، قال لك بس بقدم 125000 جنيه. يبقى اذا السعر هنا 125000؟ لا، السعر هنا 100000، وال 25000 دول ايراد من الفوائد. يعني الراجل بقى صاحب المعرض ده هيكسب منك ال 100000 سعر البيع، وهيكسب منك 25000 ايه؟ فوائد. ده ايرادات اخرى ما تحطهوليش على سعر البيع. يبقى دايما سعر البيع هو الايه؟ الكاش بيمنت. اتفقنا؟ طيب عشان كده بيقول لك thus the transaction price is adjusted، في الحاله دي سعر البيع هيتعدل، مش هيبقى 125000 بقى عشان في قسط وكده، لا، هيتادجستد فور ذا افكت اوف ايه؟ تايم فاليو اوف ماني. وين ذا كونتراكت انكلود ايه؟ سيجنيفيكانت فاينانسنج كومبوننت. ركز بقى معايا عشان ده اول سبب من اسباب الايه؟ التايم فاليو اوف ماني، وهو السيجنيفيكانت فاينانسنج كومبوننت. يعني ايه فاينانس؟ فاينانس يعني تمويل، يعني انا مش بس هبيع لك، لا ده انا همولك واسلفك. شفت بقى الفرق هنا؟ لازم العقد هنا هيكون فيه تمويل وتسليف ولا لا؟ ولا هنبيع بسعر البيع كاش؟ لازم نفرق ما من الحته دي. كومبوننت يعني مكون او من ضمن مكونات العقد، ان انا اعمل لك مش بس هبيع لك، لا ده انا كمان هقسط لك. فكده بقى في سيجنيفيكانت فاينانسنج كومبوننت، تمويل شديد في العقد. طيب ذا فولوينج فاكتورز شود بي كونسيدرد in assessing whether contract includes significant financing component. بص بقى يا سيدي، بيقول لك تعرف منين ان العقد فيه significant financing component ولا لا؟
حاجتين حلوين قوي وسهلين جدا. اول حاجة فيهم ان سعر البيع او السعر المدفوع يختلف عن السعر الكاش. ايه ده؟ انت دافع 125,000 والحاجة اصلا ب 100، يبقى اكيد في تمويل هنا، في تقسيط، في فوائد. شفت قفشتها ازاي؟ طيب الحاجة التانية، لو الفترة الزمنية ما بين السداد والتسليم تتجاوز سنة، لا كده بقى في تمويل. صح؟ بمعنى ايه؟ ادفع استلم دلوقتي وادفع بعد سنة كده، لا كده في فاينانس وفوائد. يجي مثلا يقول لك نعكس بقى، الشركة تيجي تقول للعميل طب بقول لك ايه، معلش اديني دفعة مقدمة دلوقتي وهسلمك بعد سنة، لا يبقى كده العميل هو اللي بيمول الشركة وبيسلفها. اتفقنا؟ تعال نشوف امتى اعرف ان في فاينانسنج كومبوننت في العقد ولا لا. اهو ذا ديفرنس بتوين، الفرق ما بين الكاش سيلينج برايس اوف ذا بروميسد جودز اور سيرفيس وذا اماونت اوف كونسيدريشن ايه تو بي ريسيفد. الفرق ما بين سعر الكاش والمقابل المدفوع كبير، يبقى في الحاله دي في فوائد في الحته. طيب تاني حاجه ذا كومبايند افكت، التاثير بتاع ايه حاجتين مع بعض، ايه بقى؟ ذا اكسبكتد تايم، الفتره الزمنيه بتوين الايه البيمنتس اند الدليفري، ما بين السداد والتوصيل اوف ذا بروميسد جودز اور سيرفيس مضروب في الماركت انترست ريت. بس كده يبقى انا عايز اعرف كومبايند افكت او التاثير المتجمع. كومبايند يعني جمع حاجتين مع بعض، تاثير انك تضرب حاجه في حاجه، انك تضرب الفتره الزمنيه في سعر الايه الفايده. فانا عايز اقول لك مثلا ايه، الراجل ده هيدفع 125,000 جنيه دلوقتي، او بلاش الحاجه دي ب 100,000 جنيه، الحاجه دي بكام؟ ب 100,000 جنيه لو هياخدها دلوقتي. بس هو دلوقتي هيدفع بعد سنه، يبقى اديني خدت معايا عامل الوقت اهو، وسعر الفايده في السوق 10%، لا يبقى تضرب لي 10% في السنه في ال 1000 في ال 100,000 جنيه، يبقى يدفع 10,000 زياده. اتفقنا؟ طيب يبقى اذا امتى العقد يكون فيه سيجنيفيكانت فاينانسنج كومبوننت لو حصل حاجه من دول؟ طيب خلي بالك احنا ليه بنجري ورا الحته دي؟ عشان نفصل ايراد المبيعات عن ايراد الايه؟ الفوائد بتاعت التقسيط. يعني انت مثلا المعارض اللي هي بتشتغل في البيع بالتقسيط ده عنده ايرادين، ايراد من بيع المنتج وايراد من الفوائد اللي خدها على التقسيط، لازم نفصل ده عن ده. بيقول لك هنا ايه؟ The transaction price should not be adjusted for the effect of time value of money. ايه ده؟ not be adjusted، سعر البيع مش هيتعدل؟ ايه ده؟ يعني كل الكلام اللي احنا خدناه ده في شينك؟ ايوه في شينك، لو حاجه من دول حصلت. اول حاجه the time between the payment and the delivery of promised goods or service to customer is 1 year or less. يا عم الفتره الزمنيه ما بين السداد والتوصيل اقل من سنه، يعني طالما اقل من سنه خلاص مفيش داعي نحسب فوائد. تاني حاجه the customer paid in advance، العميل دفع مقدما، and the transfer of goods or service at the discretion of a customer، ولكن تسليم السلعة وتحويلها للعميل at the discretion of customer تحت قرار العميل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني العميل قال خد فلوسك اهي، ايه ده هتشحن؟ طب معلش انا مش جاهز للشحن دلوقتي، خلي الحاجة عندك في المخازن دلوقتي. يبقى العميل هو اللي طلب ان الحاجة تفضل عندك في المخازن، عشان ما يجيش واحد يقول لك ايه الفترة الزمنية ما بين ان العميل دفع وما بين التسليم، يقول لك ده العميل هو اللي مأجل التسليم. فبيقول لك هنا ان اكزامبل اهو از حاجه اسمها ايه، بيل اند هولد. بيل اند هولد ده مصطلح اسمه فوترني، بس معلش هولد البضاعه عندك دلوقتي عشان مش فاضي، ما عنديش مكان استلم. اهو بيل اند هولد كونتراكت ان ويتش ذا سيلر، البائع بروفايد ستورج سيرفيس فور جودز اف فور جودز ات سولد تو ذا باير. في الحاله دي هيحط عليك ستورج ايه سيرفيس، ده هيدي لك خدمه التخزين كمان. اتفقنا؟ طيب بيقول لك حاجة تانية بقى ايه، A substantial amount of the consideration promised is variable and its amount or timing vary with future circumstances that are not within the control of entity or the customer. حتة بقى حلوة هيتكلم عنها بالتفصيل بعدين، ولكن بقى هنا هو يعتبر خلص الحته بتاعه التايم فاليو اوف ماني فوق اهي. بص مش احنا قلنا هنا تايم فاليو اوف ماني خلصها، هينتقل دلوقتي على القصه بتاع الفاريبل كونسيدريشن. بيقول لك الفاريبل كونسيدريشن او المقابل المادي بيبقى متغير لو في حاجه مستقبليه هتحصل، في حاجه في المستقبل هتحصل وحدوثها خارج اراده العميل وخارج اراده الشركه. اتفقنا؟ اهو بيقول لك تاني substantial amount يعني القيمة الجوهرية of the consideration promised is variable and its amount or timing vary
فاري يعني الاماونت قيمتها مش عارفين الجزء اللي هيتغير ده كام اور تايمنج وهيتغير امتى مش عارفين زمن التغير امتى يبقى ولا عارفين الاماونت ولا عارفين التايم فاري ويز فيوتشر سيركمستنس هتتغير مع ظروف مستقبليه ذات ار نوت ويزن ذا كنترول مش في الكنترول بتاع الانتيتي ولا الايه الكاستمر. اتفقنا؟ طيب احنا دلوقتي هنرجع تاني للقصه بتاعت التايم فاليو اوف ماني هناخد عليها امثله فدول مثالين على التايم فاليو اوف ماني اهو انترست انكم اور اكسبنس از ريكوجنايزد يوزنج افكتيف انترست ميثود. مش احنا اتفقنا في الحته بتاعت السيجنيفيكانت فاينانسنج كومبوننت والتايم فاليو اوف ماني ان لو سعر البيع اختلف عن سعر الكاش يبقى هنا في فوائد وده ايراد فوائد ايراد الفوائد لازم ينفصل عن سعر البيع. هنشوف مثال على الكلام ده وخلي بالك اهو بيقول لك هنستخدم سعر الفايده اللي سائد في السوق حتى كمان اهو بيقول لك it must be presented in the income statement separately منفصله يبقى اذا الانترست انكم او الايراد اللي جاي من الفوائد لازم يذكر في الانكم ستيتمنت separately منفصل from revenue from a contract with customer يبقى الريفينيو لوحده وايراد الفوائد لوحده. تعال نشوف مثال. اول مثال خلي بالك احنا هنا في موضوع السيجنيفيكانت فاينانسنج كومبوننت ممكن الشركه هي اللي تمول العميل وتدي له البضاعه ويبقى يدفع على مهله وممكن العكس ان العميل هو اللي يمول الشركه ويديها فلوس ويبقى يستلم بعدين. فهناخد مثال على كده ومثال على كده. تعال ناخد المثال الاولاني. On January 1 year 1 BIF company sold باعت and transferred ونقلت الماشين تو كاستمر. باعت معدة او ماكينة للعميل ونقلتها له كمان ترانسفير ده اهو ب 583200 that is payable on December 31 year 2. يا خبر يعني انت بعت وسلمت ملكية الماكينة في year 1 في 1/1 year 1 وهتاخد فلوسك في 31 ديسمبر year 2. اه ده كده في فاينانسنج كومبوننت سنتين. اذر كاستمر اي عميل تاني ماشي في الشارع حب يشتري الماكينه باي هيدفع 500000 ابون ديليفري اوف ذا سيم ماشين ات ا كونتراكت انسبشن. ات ا كونتراكت انسبشن يعني في بدايه العقد. اتفقنا؟ طيب يبقى دلوقتي اي عميل ماشي في الشارع هياخدها ب 500 بس احنا بعناها للراجل ده ب 583200 يبقى اول شرط اتحقق وهو اختلاف السعر المدفوع عن السعر الكاش. حلو بقى كده في significant financing component. الشرط الثاني وهو ان في فتره زمنيه سنتين ما بين الدفع والاستلام يبقى الشرطين هنا متحققين معاك. The cost of the machine to BIF 400,000 تكلفه المكنه واقفه على الشركه اللي بتبيع ب 400,000 مالناش دعوه احنا بالقصه دي قصه محاسب التكاليف. شركه BIF determines that the contract include a significant financing component. ليه؟ because of the difference between الفرق ما بين الكونسيدريشن المدفوع اللي هو 583,000 والسعر الكاش السيلينج برايس اللي هو 500,000. في الحاله ديت the contract include implicit interest rate في سعر فايده ضمني في العقد 8%. يلا بينا نعمل القيود اليوميه بتاعتنا ونسجل كل حاجه. اول حاجه كده فاتورة مبيعات عليا ديبت العملاء كريدت المبيعات اهو ديبت الاكونت ريسيفبل ب 500,000 ديبت الريفنيو بكام ب 500,000 يبقى احنا اعترفنا بالايراد ولا لا؟ اعترفنا عشان نقلنا الملكية صح؟ طيب ورمينا المديونية على العميل ولا لا؟ طبعا ب 500,000 جنيه خلصنا كده. بص بقى ادي محاسب التكاليف قاعد قال ديبت الكوست اوف جود سولد كريدت الانفنتوري ده خد مالناش احنا قصه دعوه بيه خالص ده راجل بتاع محاسب التكاليف بيحسب تكلفته ومخزونه مالناش دعوه احنا بنتكلم في القصه بتاعت البيع دلوقتي. طيب يبقى احنا دلوقتي ايه اثبتنا على العميل ان هو عليه كام 500,000 هل العميل استحق عليه فوائد؟ لا لسه. ليه؟ لان احنا اتفقنا قبل كده في محاضره الانكم ستيتمنت ان الفوائد هو نوع من انواع المصروفات اللي بيستحق بمرور الزمن يبقى لازم الزمن يمر عشان اقول فيه فايده. طب الزمن ما مرش واحنا لسه في 1/1 ما اقدرش اقول ان العميل عليه ايه اي فوائد خالص. طيب الزمن مر وجي 31/12 يير 1 خلي بالك يير 1 ده كده العميل عليه 500,000 في سنه في 8% فروحنا قايلين 500,000 في 8% في 1 سنه يبقى العميل ده عليه فوائد بكام؟ ب 40,000 جنيه. رحنا قايلين ديبت العميل عشان نرفع مديونيه العميل ب 40,000 كريدت ايه؟ انترست انكم ايراد فوائد. يبقى انت كده قفلت السنه الماليه في 31 ديسمبر والعميل عليه 540,000 في حسابه وحضرتك محقق ايراد من عقود العملاء 500,000 ومحقق ايرادات اخرى فوائد 40,000. اتفقنا؟ طيب
مر الزمن كمان وجات يير 2 والعميل كان لسه ما دفعش، ومرت عليه كمان سنة وهو عليه 540، وهم ماسكين ال 540 اللي على العميل قعدوا على ذمته كمان سنة جديدة، يبقى نضرب في 8%، يبقى العميل دلوقتي عليه كمان 43200 فايدة السنة التانية. يبقى العميل دلوقتي عليه ايه؟ عليه 500 تمن المكن، 40000 فايدة السنة الأولى، 43200 فايدة السنة التانية، وكسبنا في السنة التانية 43000 جنيه انترست انكم. يبقى العميل دلوقتي مديون بكام؟ ب 583200، ال 540 و 43200. راح جه الراجل بعدها بشوية دافع، قلنا ديبت الكاش 583200 كريدت الاكونت ريسيفابل، راح الراجل دافع المديونين اللي عليه رصيده صفر. سهلة كده. الحكمة اللي تاخدها من المثال ده هي فصل الريفنيو كإيراد عن الانترست انكم كإيرادات أخرى. اتفقنا؟ واضحة كده؟ طيب تعالى نعكس بقى ونشوف مثال. العميل هنا هو اللي مول الشركة، سلف الشركة فلوس، ولما سلف الشركة فلوس يبقى كده الشركة هي اللي بقت مقترضة من العميل، وبالتالي الشركة لازم تدفع للعميل مصروف. المصروف ده اسمه ايه؟ مصروف فوائد، interest expense. اتفقنا كده؟ تعالى نشوف. On January 1 year 1 EVA company received a payment of 100,000. ايه ده؟ الشركة هي اللي ريسيفد البيمنت ب 100,000. ليه يا عم؟ عشان ديليفرنج ا ماشين تو كاستمر ات ذا اند اوف يير 2. ايه ده؟ يعني انت واخد من الراجل فلوس في 1/1 يير 1، هتقعد عندك الفلوس سنتين علشان تدي للعميل البضاعة بتاعته في يير 2؟ ده كده وش فيها سيجنيفيكانت فاينانسنج كومبوننت. ذا كوست اوف ذا ماشين تو ايفا، تكلفة المعدة واقفة على الشركة ب 70,000، مالناش دعوة بيها، دي بتاعت محاسبة التكاليف مش قصتنا خالص. ايفا ديترمن ذات The contract include a significant financing component. كده العقد بقى فيه significant financing component علشان في فترة زمنية أكتر ما بين سنة، أكتر من سنة ما بين السداد والتوصيل. And a financing rate 10% is an appropriate discount rate. يبقى سعر الفايدة هنا دلوقتي كام؟ 10%. The following interest. تعال نشوف قيود اليومية. الشركة استلمت فلوس من العميل، هتقول ديبت الكاش، كريدت الايه؟ ها؟ كونتراكت لايبيليتي. ايه الكونتراكت لايبيليتي ده؟ ان ايرنيد ريفينيو، ايراد غير محقق، حطاه لايبيليتي عليا، التزام عليا، لان في اي وقت خلال السنتين مطالب ان ارجع له فلوسه، صح؟ طيب انا كده استلفت من العميل كام؟ 100,000 جنيه وحطيتهم عليا دين اهو لايبيليتي، اتحسب عليا فوائد؟ لا، هو الزمن مر؟ لا. طيب ادي الزمن مر بقى، يبقى كده الفوائد بتحسب بمرور الزمن. في 31/12 يير 1 انا كده مستلف من العميل 100,000 ب 10%، يبقى انا عليا 10,000 جنيه، يبقى انا عليا مصروف ايه؟ 10,000 جنيه، ديبت الايه؟ ها؟ انترست اكسبنس 10,000 جنيه. يبقى العميل ليه عندي 10,000 جنيه كمان، يبقى ال 10,000 جنيه لحق العميل، هقوم ضايفه مع الكونتراكت لايبيليتي ب 10,000، يبقى كده العميل كانه مديني 100,000 وكانه كمان مديني 10,000، يبقى كده العميل كانه مديني ايه؟ 110,000. عظيم. عدى كمان سنه، عدى كمان سنه وانا سالف من العميل 110,000، رحت ملبس نفسي في الشركه انترست اكسبنس مصروف فوائد ب 110,000 في 10%، يبقى انا كمان عليا 10,000 جنيه تاني للعميل اهو كريديت الكونتراكت لايبيليتي. يبقى العميل كده ليه عندي ال 100 الاولانيه اللي دفعها لي، ليه عندي 10,000 فايده السنه الاولى، ليه عندي 11,000 فايده السنه الثانيه. متفقين؟ عظيم جدا. طيب جه الراجل استلم بضاعته وخد الحاجه بتاعته 31/12، يبقى فورا نقفل الكونتراكت لايبيليتي اللي هو ب 121,000، كريديت الريفينيو بكام؟ ب 121,000. واحد هيقول لي هنا ايه ده؟ الريفينيو ب 121,000 مش ب 100؟ هقول لك لا، الحاجه اصلا بكام؟ ب 121، واحنا تساهلنا مع العميل وحسبناها له ب 100 عشان خاطر هو هيسلفنا مقدم سنتين، ولكن الواقع ان الحاجه دي ب 121، عبارة عن المية دي العميل هيديها لنا دلوقتي، ثم هيسامحنا في كمان 10 فايدة سنة، ثم هيسامحنا في كمان 11 فايدة سنة، يبقى الحاجة دي تمنها 121. اتفقنا؟ طيب وقفلنا الكونتراكت لايبيليتي خلاص صفر اهو، وبالتالي محاسب التكاليف قام بدوره وقال ديبت الكوست اوف جود سولد كريديت الماشين انفنتوري وطلعها من المخزون، مالناش دعوه احنا بقيد التكلفه دي. اتفقنا؟ واضحة كده؟ يبقى احنا دلوقتي كده لمينا القصة بتاعت الايه؟ بتاعت التايم فاليو اوف ماني. هرجع معاك فوق اهو خالص، بيقول لك خلصنا كده احنا القصة بتاعت الايه؟ التايم فاليو اوف ماني والسيجنفكانت فاينانسنج كومبوننت.
تعالوا بينا ننتقل للجزء الثاني بتاع الايه الفاريبل كونسيدريشن، موضوع ثاني بقى خالص مختلف تماما. يعني ايه فاريبل كونسيدريشن؟ يعني المقابل المادي هيتغير في المستقبل، المقابل المادي هي ايه؟ هيتغير في المستقبل. خلينا نحدد مثال ونشتغل عليه، ولنفرض مثلا ان حضرتك عميل بيتعامل معاك وماضي معاك عقد لمدة سنة او سنتين مثلا، اللي هو هيسحب منك 1000 قطعة، فانت قلت له خلاص اتفقنا 1000 قطعة، قطعة 100 جنيه، وبعدين انت عايز تسخنه شوية، فقلت له بقول لك ايه، لو عديت ال1000 قطعة هحاسب لك كل العقد كله اللي انت خدته باللي هتاخده فوق ال1000 قطعة ب90 جنيه، يبقى ده هعمل لك ايه؟ خصم. اهو ايه ده؟ ده على كده الكونسيدريشن او المقابل المادي بقى فاريبل هيتغير. طب يا ترى دلوقتي احاسبه بال100 ولا احاسبه بال90؟ قال لك هو احنا عارفين هيتخطى ال1000 قطعة يسحبهم ولا لا؟ طب وبعدين؟ قال لك لما يبقى يتخطى نبقى نفكر في الموضوع ده. يعني اذا الكونسيدريشن قبل انه يبقى فاريبل، تعالى بقى ندرس القصه دي بالتفصيل. بيقول لك if a contract include a variable amount، يعني قيمه متغيره في المستقبل طبقا للخصم ده مثلا، an entity must estimate، لازم الشركه تعمل ايه؟ estimate. to estimate ايه؟ to estimate the consideration to which it will be entitled، عايزه تحسب المقابل المادي اللي بيحق ليها، اللي هو to be entitled ليها in exchange for transferring the promised goods or service to a customer. for example the contract price may vary، ممكن يختلف because of the following. شايف شوية الحاجات اللي كاتبهم لك دول؟ دي أمثلة على حاجات ممكن تخلي الكونتراكت سعره يتغير. تعال نشوف الأمثلة دي زي إيه. Refund is due to a right of return provided to customer. ممكن العميل يجي يعمل ريفاند يقول لك خد البضاعة دي مش عجباني، ما أنت كده كده مديني الرايت اوف ريتيرن، معايا حق إن أنا أعمل مرتجعات. طيب سيلز انسنتيف، لو اشتريت مني كتير هديلك حوافز. بروموت بيمنت ديسكاونت، لو دفعت بدري قبل ميعادك هعمل لك خصم على سعر الكميه، على السعر بتاع العقد. فوليوم ديسكاونت، خصم كميه، لو سحبت كميه كبيره هعمل لك خصم. ايه تاني؟ اذر انسرتينتي، اي حاجه بقى غير متاكدين منها او عدم تاكد ان الكونتراكت برايس بيزد اون ذا اكرنس، مرتبطه بحدوث or non-occurrence، عدم حدوث of some future event. ده بند عام كده اللي هو اي شرط في العقد بحاجه ان هي ممكن تحصل او ما تحصلش في المستقبل، وسيبها بقى على كده. زي ايه مثلا؟ هدي لك مثال. لما بنيجي نشتغل مثلا في القصه بتاعت الحديد والصلب، بنكتب كده في نهايه العقد ان سعر الحديد او سعر العقد هيتغير مع تغير عز الداخله مثلا 10% فوق او 10% تحت، فدي حاجه كده متسابه للزمن، يا تحصل يا ما تحصلش. طب دلوقتي احنا عندنا مشكله، او مش مشكله، حاجه ظريفه يعني. حضرتك دلوقتي في اول العقد ورطت اول 100 قطعه للعميل، مطلوب من حضرتك دلوقتي تقول لي هتحسبهم بالسعر العادي ولا السعر بعد الخصم. فانت مش انت محتار، يا ترى الراجل ده هيسحب الكميه كلها وياخد الخصم فاحسب له دلوقتي بالسعر بعد الخصم، ولا يا ترى الراجل ده مش هيقدر اصلا ياخد الكميه دي كلها فخليني احسب له بالسعر من غير خصم. فحضرتك لازم تعمل استيميت. الحته دي بقى راجعه للاستيميت بتاعك انت، لازم تعمل استيميت. variable consideration is estimated using one of the following method. خلي بالك الاستيميشن او 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 الفوركاست، التنبؤ، بيتم على اساس علمي شويه، هندرسه بالتفصيل ان شاء الله في الجزء بتاع الفوركاستنج تكنيك في البادجت ان شاء الله. ولكن هو بيقول لك هنا ممكن تستعمل طريقه الاكسبكتد فاليو. طريقه الاكسبكتد فاليو دي القيمه المتوقعه، وهو ان حضرتك تقضيها نظريه احتمالات، تقول مثلا ايه، هندرسها بالتفصيل على فكره ان شاء الله في الجزء بتاع البادجت. الاكسبكتد فاليو ان حضرتك تشوف الاحتمالات ايه، تقول مثلا احتمال 70% مش هينفذ واحتمال 30% هينفذ. طب الاحتمال ابو 70% لو نفذ هيبقى السعر كام، وتضرب الاحتمال في الكم في المبلغ، واحتمال 30% انه مش هينفذ هيبقى السعر كام، وتضرب الكميه في المبلغ وتجمعهم مع بعض. طريقه كده اسمها اكسبكتد فاليو. اهو بيقول لك ذا سام اوف، مجموع البروبابيلتي، البروبابيلتي يعني الاحتمالات 70% 30% 60% 40%، probability weighted amount المتوسط بتاعها، in the range of possible consideration amount. This method provide appropriate estimate. الطريقة دي ممكن تدي لك estimate المناسب. If an entity has many contract with similar characteristics. بس بشرط
ان الشركه يكون عندها شويه كونتراكتي كتير بنفس الكاركترستيك او نفس الخصائص عشان تقدر تبني عليها الاحتمالات بتاعتها. مع خلي بالك نظريه الاحتمالات بتحتاج انك تكون مارست الموضوع ده قبل كده كتير، فبني احتمالاتك على حاجات معينه. مش عايزين نخش فيها كتير، اللي هو يعني عايز يقول لك ممكن تيستيميت ان الراجل ده هيحقق الخصم ومش هيحقق الخصم بنظريه الاحتمالات، سيبك منها. او نستعمل طريقه الموست لايكلي اماونت، المرجح ان، وهو ان حضرتك تبص في السقف كده وبعدين تبص في ساعتك وتقول الراجل ده شكله هيحقق. دي طريقه الايه؟ المرجح ان، الموست لايكلي. اتفقنا. المهم سيبك من الطريقتين دول، المهم هم مش شرح، هو كلام مبدئي كده، ولكن هو عايز يقول لك انت شاكك الراجل ده هيحقق الخصم ولا مش هيحققه، ممكن يا اما بطريقه الاكسبكتد فاليو تتوقع هيحقق ولا مش هيحقق، او بطريقه الموست لايكلي اماونت، طريقه المرجح ان هو هيحقق او مش هيحقق. المهم the estimated transaction price must be updated at the end of each reporting period. updated at the end، دي فقره خطيره جدا. عارف ده معناه ايه؟ ان افرض العقد بتاعك 3 سنين، لازم في نهايه كل سنه تشوف الراجل ده سحب كمية كام من بداية العقد من زمان لحد النهاردة، وتشوفه لو الراجل ده كده تخطى الكمية اللي كان المفروض يسحبها، يبقى لازم حضرتك تابديت من اول بسعر الايه؟ السعر بعد الخصم. هو بيقول لك the estimated transaction price must be updated at the end of each reporting period. افرض في نهاية السنة التانية كان حقق الخصم، افرض ما قدرش يحقق الخصم لغاية نهاية السنة التالتة، صح؟ كونسترين يعني قيد او 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 شرط، قيد مهم قوي عليك لازم تخلي بالك منه. ريفنيو فروم فاريبل كونسيدريشن از ريكوجنايزد اونلي، بيعترف بيها. يعني حضرتك لما يكون عندك فاريبل كونسيدريشن، احتمال السعر يبقى 100، احتمال السعر يبقى 90 على حسب الخصم، از ريكوجنايزد اونلي، بيعترف بيها تو ذا اكستنت ذات، الى اي مدى ات از بروبابل ذات، من المرجح انا او محتمل ان سيجنيفيكانت ريفرسال ويل نوت اوكر. يعني ايه ريفرسال؟ ريفرسال يعني عكس، انك تعكس اللي انت السعر اللي انت اعترفت بيه قبل كده ان الكلام ده مش هيحصل. فعايز يقول لك ان حضرتك وانت بتعترف بالايراد بالسعر المتغير ده اللي هو قبل الخصم وبعد الخصم، لازم يكون في قراره نفسك عارف انه من المرجح ان شاء الله ما فيش اي سيجنيفيكانت ريفرسال هيحصل، ان شاء الله الراجل ده مش هيرجع في كلامه والعقد هيكمل وهكذا. وين the uncertainty، ان لما بيكون في عدم تاكد associated مرتبط with the variable consideration is subsequently resolved. subsequently يعني فيما بعد او في العواقب التاليه هيتريسولفد او هيتحل. يعني عايز يقول لك ببساطه جديده كده، حضرتك لازم تكون الاستيميت بتاعك مبني على طريقه بتقول ان من المحتمل ان شاء الله ما فيش اي عكس للكلام اللي احنا بنعمله ده، ان الكلام اللي احنا بنعمله ده مش ممكن يتعكس في المستقبل. اتفقنا؟ طيب هناخد دلوقتي امثله على الكلام ده كله، واشهر مثال هيتكلم عليه اللي هو الفوليوم ديسكاونت، خصم الكميه. الفوليوم ديسكاونت اللي هو ايه؟ خصم الكميه. ده مثال كويس على موضوع الفاريبل كونسيدريشن، وهو ان انت في الاول هتبقى شاكك ان هو مش هيحقق الكميه فهتحاسبه بسعر، ثم بعد شويه في فتره العقد بعد سنه او اتنين هتحس ان هو بدا يحقق الايه؟ الكميه المطلوبه، فترجع تحسب له القديم كله باثر رجعي. اتفقنا؟ طيب بيقول لك ايه الراجل ده؟ A volume discount offered as an incentive، ده offer انت اديته للعميل كحافز عشان increase the future sales، requires the customer to purchase specific quantity of goods or service to receive a discount. ده يا عم حق انت مديه للعميل، بيتطلب من العميل ان هو purchase specific quantity، يشتري كمية محددة of goods or service عشان يرسيف الديسكاونت. طيب The discount may be applied، ممكن يتطبق prospectively يعني بأثر مستقبلي، أو retrospectively بأثر إيه؟ رجعي. أهو عندك prospectively أثر مستقبلي، و retrospectively أثر رجعي. طبعًا إحنا درسنا قصة الـ prospectively و retrospectively، الأثر الرجعي والأثر المستقبلي، في الحتة بتاعة الـ returned earning statement لو تفتكروها. طيب تعال نقرأ تاني. A volume discount offered as an incentive to increase future sales requires a customer to purchase a specified quantity of goods or service to receive a discount. The discount may be applied prospectively، بأثر مستقبلي يعني ايه؟ يعني على additional goods purchased in the future، يعني ممكن اطبق لك الخصم دوت على السلع الجديدة اللي انت هتشتريها. Or retrospectively on all goods purchased to date، او بأثر راجع على كل اللي انت اشتريته ايه من ساعة ما بدأت العقد.
خلي بالك البروسبكتيف فوليوم ديسكاونت ده باثر مستقبلي بروفايد ماتيريال رايتس، بيدي حق قوي للعميل تو كاستمر از اكاونتد فور از ا سيبريت بيرفورمانس اوبليجيشن ان ذا كونتراكت. ده بقى التزام منفصل في العقد تاني، واتكلمنا عن القصه دي في الحته في الخطوه الثانيه بتاعت البيرفورمانس اوبليجيشن. اما بقى هنا ريتروسبكتيف فوليوم ديسكاونت ار اكاونتد فور از ايه فاريبل كونسيدريشن، هنحاسبها له باثر رجعي، وكان العميل هعيد له تاني فواتيره بالسعر الجديد بعد ما حقق كميه الخصم. The uncertainty of the contract price for current goods or goods sold is based on the occurrence or non-occurrence of some future event. يعني عايز يقول لك ال uncertainty او عدم التاكد اللي مرتبطه بال contract price for current goods or service مرتبطه بحدوث او عدم حدوث اي حدث مستقبلي. اي مثلا هوزر ذا كاستمر كومبليت سبيسفايد فوليوم بتو اوفر شيز، هل العميل كمل الكميه اللي المفروض يشتريها ولا لا؟ هناخد المثال الظريف ده، دمه خفيف قوي قوي المثال ده، على القصه بتاعت الايه ريتروسبكتيف فوليوم ديسكاونت. يبقى انا كده هتكلم عن الايه اصعب واحد فيهم، وهو اللي هو ايه باثر رجعي. كده بتكلم على اصعب واحد فيهم اللي هو ايه باثر رجعي. تعال بقى نشوف بريشكا كامباني، ده اسم الشركه، مانيفاكتشرر وول كوتس، بتصنع البلط والصوف، عارفين المعطف الصوف او البلط والصوف ده، ماشي. وان اكتوبر 1 يير 1 شركه بريشكا انترد انتو ا 2 يير كونتراكت ويز ا كاستمر، دخلت في عقد لمده سنتين مع العميل تو سيل كودز، هتبيع له المعطف الواحد ب $200 بير يونت بيزد اون ذا كونتراكت، العقد مكتوب فيه اف ذا كاستمر بيرشيز مور ذان 3000 كودز اوفر ذا كونتراكت بيريد، لو اشترى اكتر من 3000 ذا كونتراكت برايس بير كود وود بي ريتروكتيفلي، اهي ريتروكتيفلي باثر رجعي ريديوسد لكام؟ ل 150. يبقى العقد مكتوب فيه ان الراجل هياخد الواحد ب 200، لو تخطى ال 3000 احنا يا ريس خلاص هن ايه هنبيعه لك كله باثر رجعي اللي انت سحبته من بدايه العقد ب 150. ذا كوست بير كود تو بريشكا $80، مالناش دعوه بالتكلفه دلوقتي، ده موضوع محاسب التكاليف مش احنا. بريشكا ديتيرمن ذات كونتراكت هاز نو سيجنيفيكانت فاينانسنج كومبوننت، بيريح نفسه من قصه السيجنيفيكانت فاينانسنج كومبوننت دلوقتي عشان يركز في موضوع الايه الفاريبل كونسيدريشن. تعال نشوف ذا ريتروسبكتيف فوليوم ديسكاونت، الخصم اللي باثر رجعي ده از فاريبل كونسيدريشن طبعا، لانه هيخضع لتغير سعر العقد في المستقبل. ان يير 1 A customer purchased with cash 100 كودز، ايه ده؟ اشترى 100 بس؟ وانا اللي بفكر انه هياخد 3000، تصدق صدمتني. The Bresca estimated that الشركة هنا and Bresca estimated that the customer purchased would not exceed 3000، يا عم رايح تاخد لي 100 في أول سنة؟ طب هتعدي 3000 ازاي؟ during ايه؟ the contract period. Thus وبالتالي based on the most likely amount، اهو طبق طريقة الايه؟ المرجح ان، اللي هو بص في السقف كده وقال لك يا سحب 100 بس من اجمالي 3000، ده ان المرجح ان انه مش هيطبق. اهو يبقى هنا اعتمد طريقة الموست لايكلي اماونت ميثود، ذا كونتراكت برايس بير كود في الحالة دي هيبقى 200 من غير أي خصم. اعمل قيودك الجميلة، ديبت الكاش ب 20000 اللي هو 100 معطف في 200، كريدت السيلز ريفنيو ب 20، ومحاسب التكاليف قاعد في الأوضة اللي جنبك قال ديبت الكوست أوف جود سولد، كريدت الإنفنتوري، مالناش دعوة احنا بخد التكاليف دلوقتي. المهم احنا كده بايعين للراجل 100 معطف في 200. بص بقى ذا وينر الشتاء ان يير 2 ويز كولدر ذان اكسبكتد، اه الشتاء بقى برد غير المتوقع في السنه الثانيه. ذا كاستمر بيرشيزد ان اديشنال 2200 كوت، يا خبر اشترى طلبيه واحده فيها 2200 معطف، ده شكله هيعملها ولا ايه؟ ده 2200 وقبل كده كان ساحب 100، يعني كده هيبقى واخد 2300. Accordingly بريشكا استيميتد ذات الشركه قدرت مع نفسها ذات ذا كاستمر وود بيرشيز مور ذان 3000 كودز اوفر ذا كونتراكت بيريود، ده بالمنظر ده هيعدي 3000 لما جه سحب 2200 في خبطه واحده. ذا برايس بير كود ذيرفور ووز ايه بقى؟ سعر الايه المعطف ووز ريتروسبكتيفلي ريديوسد، هيتقلل باثر رجعي 150 وتتطبق على اللي هو سحبه من اول العقد لحد دلوقتي. And year two revenue is calculated as a cumulative catch up adjustment. لو سمحتوا أرجوكوا توقفوا بشدة عند كلمة cumulative catch up adjustment. cumulative يعني تراكمي، catch up يعني هروح أكاتش أب من أول العقد لحد دلوقتي وأقوم عامل إيه؟ adjustment. هروح أشوف الراجل ده بتأثير رجعي تراكمي سحب كم معطف من أول العقد
سحب 2200 السنه دي و100 زمان يبقى 2300، واقوم جاي عامل ايه ادجستمنت تسويه عشان اثبت له السعر ده باثر رجعي. وخلي بالك عايز اقول لك على حاجه مهمه، الشركه بتعمل ده في دفاترها، العميل ما يعرفش اي حاجه، والعميل هيفضل يتحاسب ب200 لحد ما يعدي 3000 ككاش هيدفعها يعني، ولكن دفاتر الشركه هنا هي اللي هتختلف. تعال نشوف دفاتر الشركه ايه اللي هيحصل لها. يير 2 ريفنيو هتبقى 325000. جبتها منين؟ اهو بيقول لك يير 2 ريفنيو اوف 325000 ويز ذا ديفرنس بتوين توتال ريفنيو ذات شود بي ريكوجنايزد فور يير 1 اند يير 2. مش فاهمين يا عم ايه اللي انت بتقوله ده. قال لك 345000 اللي هي عباره عن 2200 معطف اخذهم السنه دي زائد 100 خدهم السنه اللي فاتت، يبقى كل اللي هو سحبه من اول العقد ال 2300 دول اضربهم كده في 150، هيطلع لك ان الشركه المفروض تعترف بايراد بكام؟ 345000 بزد على 150 وكانه هيحقق الخصم الكميه. يبقى الشركه المفروض من اول العقد تعترف بايراد كام؟ 345 على ال 2300 دول. اعترفنا منهم السنه اللي فاتت بكام؟ ب 20، يبقى انا اعترف السنه دي بكام؟ كوميوليتيف ها كاتش اب ادجستمنت، نعمل تسويه السنه دي بكام؟ ب 325000. يبقى كده من اول العقد حضرتك السنه دي اعترفت ب 325 والسنه اللي فاتت اعترفت ب 20، يبقى هم دول ال 345000 بتاعت مبيعات العقد كله على السعر بعد الخصم. اهو يبقى 345000 ماينس الريفني ريكوجنايزد ان يير 1 اللي هي ال 20. اتفقنا؟ طيب بس خلي بالك العميل هنا لما هيدفع كاش هيدفع على سعر 200، انا كده بس في دفاتري اللي همشيها 150. ايه ده يعني العميل هيدفع اكتر؟ طبعا العميل هيحاسب على سعر 200 طالما ما حققش الخصم، وبالتالي العميل هيبقى دافع زياده من وجهه نظر الشركه. الزياده دي احنا بنسميها ايه مع بعض؟ كونتراكت لايبيليتي، العميل دافع دفعه مقدمه. A contract liability is recognized for the excess of الزيادة فيه أو الفرق عن ال consideration received اللي هو السعر كـ 200 دولار over the amount of revenue recognized اللي هو وكأنه 150 دولار، يعني العميل كده هيعتبر دافع 50 دولار عن كل بالتو دفعه، 50 دولار عن كل بالتو استلمه كزيادة، يعني كزيادة لأنه شاكين إنه هيحقق ب 150 مش ب 200. It equals the future amount of goods to be transferred to the customer for which consideration was already received. تعال نشوف العميل دفع ايه. العميل سحب 2200 معطف اهو، صح؟ هيحاسب ب 200 لانه ما حققش الخصم، فهيدفع 440000. الايراد 325 زي ما احنا حسبناه فوق اهي، 325 345 من اول العقد ناقص ال 20 اللي فوترناهم السنه اللي فاتت. طب والفرق كونتراكت لايبيليتي هنشيلهم للعميل في حسابه ويبقى التزام علينا مستحق الاداء نرجعهم للعميل او نديله بيهم بضاعه زياده. محاسب التكاليف ملناش دعوه بيه، قال ديبت الكوست اوف جود سولد 176000، كريدت المخزون ملناش دعوه. تعال بقى نشوف في نهايه العقد خالص ايه اللي حصل. از اكسبكتد، زي ما كنا متوقعين. ايه يا عم اللي حصل؟ ذا كاستمر بيرشيزد ان اديشنال 1100 جودز، اشترى كمان 1100، ده كده خلي بالك كان ساحب 100 وبعدين 2200 وبعدين 1100، ده كده ساحب 3400، يعني تجاوز سعر العقد، تجاوز الكميه اللي احنا طالبينها اللي هي 3000، وبالتالي ال 3400 دول كلهم يتحاسبوا بسعر 150 دولار للواحد مش ب 200. فبيقول لك اهو اكوردنجلي 3400 اللي هو ال 100 وال 2200 وال 1100 جودز وير بيرشيزد during the contract period. In year 3 customer ايه retroactively هيستلم باثر رجعي the discount on all goods previously purchased، على كل البلطوهات اللي اشتراها سابقا. Paying cash 50000، حسبت له ال 50000 دي ازاي يا ريس؟ قال لك هم مش 3400 all in all في 150 والراجل دفع كام؟ دفع في السنه 440 ودفع في السنه الاولانيه 20، يبقى مش هناخد منه السنه دي الا كام؟ الا 50. تعالى بقى نحسبه مع بعض. الراجل هيدفع كاش كام؟ 50. شايلين له في حساباتنا لان احنا كنا متنبئين ومتوقعين انه هيحقق الخصم، كنا شايلين له كونتراكت لايبيليتي ب 115، اهو قفلنا الكونتراكت لايبيليتي هنا 115. يبقى الاثنين دول كريديت كام؟ 165. ايه ال 165 دي؟ وكان ال 1100 الجداد اللي خدهم السنه دي مضروبين في 150. يبقى كده العميل ايه؟ عملنا له تسويه بالسعر القديم كله كاتش اب على الكميات القديمه كلها بالسعر اللي بعد الخصم، فدفع 50000 بس. واحنا كنا متنبئين لكده فكنا حاسبين من قبل كده ب 150 وشايلين له عندنا 115. ها واضحه؟ طبعا محاسب التكاليف قال ديبت الكوست اوف جود سولد كريديت الانفنتوري ملناش دعوه بيه. شفت كده الحكمه ايه من المثال ده؟ الحكمه من المثال ده
خلي بالك العميل ما يعرفش حاجه عن الكلام ده خالص. العميل كل اللي هو شايفه انه بيدفع $200 للمعطف لحد ما يحقق الخصم، ولكن الشركه من جواها حاسه ان في فاريبل كونسيدريشن، فعماله تعمل استيميت وتقول يا ترى الراجل ده هيحقق الكميه ولا مش هيحقق الكميه، هيحققها ولا لو شكيت بطريقه الموست لايك اللي مرجح انا انه هيحقق، اعمل حسابي واعمل كيميوليتيف كاتش اب ادجستمنت، اعمل تسويه تراكميه كاتش اب من اول العقد لحد النهارده بالسعر ريتروسبكتيف، والفرق اللي هاخده من العميل ما انا لازم اخده على سعر 200، لازم يدفع على سعر 200 عشان انا مش ضامن هيكمل ولا لا. صحيح من المرجح ان، ولكن برضه ما حدش ضامن، استلمه منه بالزياده واشيله له في حسابه لحد ما اتاكد انه هيحقق الخصم. اتفقنا؟ واضحه؟ حلوه القصه بتاعت الفاريبل كونسيدريشن دي كده. ادينا خلصنا ستيب 3 اللي هي بتاعت الايه الترانزاكشن برايس، اطول واحده فيهم، هي مش صعبه ولكن هي طويله شويه علشان القصه بتاعت سعر فايده تمويل العميل اللي دافع المقدم، الشركه هي اللي هتسلمه الاول، والتايم فاليو اوف ماني والكلام ده كله، والقصه بتاعت الايه الفوليوم ديسكاونت ريتروسبكتيفلي وبروسبكتيفلي. فالقصه ايه طويله ولكنها سهله. طيب حددنا سعر الحمد لله، مفروض بقى ان احنا حددنا السعر وفي الخطوه اللي قبلها اللي هي ستيب 2 بتاعت الديتيرمين بيرفورمانس اوبليجيشن، فاحنا حددنا الاوبليجيشن وحددنا السعر، بقى ان احنا نضرب الاوبليجيشن في السعر بس. سهله، تعال نشوف ستيب 4. الوكيت ذا ترانزاكشن برايس اللي احنا حسبناه في ستيب 3 على البيرفورمانس اوبليجيشن اللي احنا حسبناه في ستيب 2. بيقول لك افتر سيبريت بيرفورمانس اوبليجيشن ار ايدنتيفايد، خلي بالك قال لك ايه، ها سيبريت منفصل ار ايدنتيفايد، خلاص الحته دي سيبريت منفصله. بمعنى ايه سيبريت؟ ان انا اديها لك تقوم تستفاد بيها، مش لسه مثلا ببني لك كوبري فلسه خلصت اول باكيتين من الكوبري، طب ما انت مش هتستفاد بالكوبري، فبالتالي ما بقاش سيبريت. اتفقنا؟ اي سيبريت بيرفورمانس اوبليجيشن ار ايدنتيفايد and the total transaction price is determined، على طول تضرب البرفورمانس في السعر ونطلع فاتوره. The transaction price is allocated، يتوزع على البرفورمانس اوبليجيشن on the basis of a relative standalone selling price. يعني ايه يا جماعه standalone selling price؟ يعني سعر السلعه بمفردها، سعر السلعه ايه بمفردها، وكان اي حد ماشي في السوق هيشتري السلعه دي بكام، فانا هدي له السلعه دي. انا هدي لك مثال بسيط، حضرتك دلوقتي عندكم في العماره بتاعتكم رحتوا تركبوا اسانسير، فرحتوا لشركه اسانسيرات معتمده وقلت لهم لو سمحتوا تعالوا ركبوا لنا اسانسير، اعمل عقد يا عم. عملنا عقد، قال لك بص المكنه والجهاز بتاع الاسانسير والكابينه والكلام ده كله شامله 3 سنين صيانه ب 100,000 جنيه. خلي بالك انت كده خدت ايه؟ ها اسانسير وثلاث سنين صيانه. الاسانسير ده سيبريت بيرفورمانس اوبليجيشن، لان لك لما هتاخده هتعرف تستنفع فيه وتطلع فيه وتنزل فيه كل يوم، والصيانه دي حاجه سيبريت منفصله عشان حضرتك هتستنفع بيها، ان هتلاقي كل شويه حد جاي يعمل صيانه للاسانسير. يبقى الاثنين دول بقوا ايه؟ بقوا تو سيبريت بيرفورمانس اوبليجيشن. طيب الاثنين على بعض ب 100، الاثنين على بعض بايه؟ ب 100,000. طيب جينا كشركه دلوقتي قلنا ان احنا ادينا الحمد لله اول سيبريت بيرفورمانس اوبليجيشن وركبنا لك الاسانسير واشتغل. طب خلاص طلع فاتوره، طلع فاتوره بكام لو انت جدع؟ يقول لك بال 100,000 كلها، تقول له لا ده ال 100,000 دي فيها بيرفورمانس اوبليجيشن تاني على سيادتك انك تدي لي خدمه صيانه وانا ما خدتش منك صيانه. يبقى ما تقدرش تطلع فاتوره بالصيانه، طب اعمل ايه؟ يقول لك طلع فاتوره بالمكنه. طب ما هو العقد ب 100,000 المكنه بتاعت الاسانسير شامله الصيانه، اعمل ايه؟ يقول لك نروح نشوف الستاند الون سيلينج برايس، سعر مكنة الاسانسير بمفردها كام؟ يعني النهارده لو حد جالك يشتري اسانسير من غير صيانه هتديه له بكام؟ قال لك هديه له ب 80,000. قال لك بس يبقى نعمل فاتوره ب 80,000 للايه؟ لمكنة الاسانسير، وناجل الاعتراف بايراد ال 20,000 دول لحد ما حضرتك تبدا تؤدي خدمه الصيانه. اتفقنا؟ ما هو تعريف الستاند الون سيلينج برايس؟ اهو ستاند الون سيلينج برايس از ذا برايس ات ويتش، هو السعر an entity would sell a promised goods or service ايه separately منفصله للايه للعميل. طيب بيقول لك هنا اجيب السعر ده منين؟ قال لك من البرايس ليست بتاعتك، وانت مش عندك برايس ليست وحاطط فيها السعر بتاع الاسانسير؟
قال لك لا والله ما عنديش برايس ليست. يا عم اسال اي حد في السوق شوف الاسانسير بيتباع بكام لوحده من غير صيانه. فبيقول لك ذا بيست ايفيدنس اوف ستاند الون سنج برايس از اوبزرفابل برايس، انك تلاحظ السعر بتاع الجودز اور سيرفيس وين ات از سولد سيبريتلي، لما يتباع لعميل منفصل ان سيميلار سيركمستانس. يعني بشرط يكون العميل اللي بيتباع له بنفصل ده عماره، مش مثلا اسانسير وهتبيعه لفندق او لجهه حكوميه، لازم يكون عماره زيك and similar customer، وعميل شبه سيادتك. يعني من الاخر كده list of price of goods or service، البرايس ليست. طب ما عنديش برايس ليست اعمل ايه؟ قال لك ايه، روح شوف السوق الناس بتبيعه بكام واعمل تعديل بسيط على السعر يناسبك. فبيقول لك اهو if the standalone selling price is not directly observable، مش عارف تشوف اي ملاحظه للسعر ده تطلعه بكام، it must be estimated، تصرف، انما ما تعترفش بال 100,000 كلها، لان في حاجه هنا حضرتك ما اديتهاش وهي خدمه الصيانه. The following are suitable approach، ممكن تتصرف في السعر بأي طريقة. زي إيه مثلا؟ Adjusted market assessment، حضرتك تروح تعمل تقييم assessment لسعر الأسانسير ده في السوق، تشوفه بيتباع بكام بره في السوق وتعمل adjustment أو تعديلة بسيطة عشان السعر يناسب سيادتك. أهو an entity evaluate، هتقيم الماركت in which it sell goods or service and estimate the price that customer in the market would be willing to pay for them. طيب ما عرفتش المنتج بتاعك نادر ومحدش بيشتغل بيه في السوق، اكسبكتد كوست بلس ان ابروبريت مارجن، تروح تشوف مكنه الاسانسير دي واقفه عليك كتكلفه كام، وما تقوليش بقى محاسب التكاليف مش عارفها، اكيد معروف مكنه الاسانسير بالكابينه بالمكن بالخيوط بالحبال بكله واقف بكام، وتحط عليها مكسب هامش ربح ابروبريت مارجن. اهو اهو بيقول لك ان انتيتي فوركاست اتس اكسبكتد كوست، هتشوف الكوست بتاعتها كام اوف ساتيسفاينج عشان تؤدي البرفورمانس اوبليجيشن اند اد، وتضيف عليه انا بروبريت مارجن فور ذا كوست. كويس، مش عارف برضو التكلفه، قال لك بص انا جبتها لك من الاخر اهي، طريقه الريزيدوال المتبقي. يعني ايه المتبقي؟ قال لك هو انت اصلا بتأدي خدمة الصيانة بكام؟ قال لك بأدي خدمة الصيانة ب 30,000 جنيه، بس يبقى الباقي من العقد ال 70,000 طلع بيهم فاتورة على المكنة على طول. فبيقول لك هنا الريزيدوال أو طريقة المتبقي. An entity estimate the standalone selling price by reference to total transaction price اللي هي ال 100,000 بتاعتنا اللي بنضرب عليها المثال minus the sum of the observable standalone selling price of other goods or service promised in the contract. يعني مثلا الصيانه بكام لوحدها ب 70,000، يبقى خلاص المكنه الصيانه ب 30 يبقى المكنه ب 70. تعال نشوف مثال على الكلام ده كله. مثال على الالوكيت الايه كونتراكت برايس. بيقول لك a company شركه entered into a contract with customer to sell machine، هتبيع له مكنه and provide 3 years of maintenance service to it، وهتدي له 3 سنين صيانه. الراجل ده بياخد مكنه وثلاث سنين صيانه. The total consideration is 200,000. الليله كلها بالمقابل المادي 200,000، طب كام المعده وكام الثلاث سنين صيانه؟ مش عارفين. The company determines that machine and the maintenance service are distinct performance obligation، الاثنين مميزين عن بعض، يعني تاخد المكنه تستنفع بيها، بعد كده تاخد الصيانه تستنفع بيها. The companies regularly عادة بتسيل الماشين سيبريتلي، بتبيع المكنة لوحدها at directly observable standalone selling price بمفرده يعني ب 160,000. يبقى عادة المكنة بتتباع لوحدها بكام؟ ب 160. But it does not sell maintenance service on a standalone، بس عمرنا ما بعنا خدمة صيانة بس. يعني عمري ما طلعت فاتورة أو عمري ما رحت العميل جه اشترى مني الصيانة بس، على طول يا إما ببيع مكنة لوحدها ودي ب 160,000، يا إما ببيع المكنة والصيانة مع بعض بكام؟ ب 200. قال لك بيزد اون اكسبكتد كوست بلس ان ابروبريت مارجن، هنتبع طريقه الاكسبكتد كوست بلس ابروبريت مارجن اللي هي الطريقه الثانيه فوق دي، كوست بلس اكسبكتد ابروبريت مارجن. ذا استيميتد ستاند الون سيلينج برايس فور 3 ييرز اوف مينتنس سيرفيس ب 90,000. قال لك طبقا لطريقه الكوست والربح انا الصيانه بتكلفني قد كده وحط عليها نسبة ربح بسيطة، يبقى لو حد هيشتري مني صيانة لوحدها يشتريها ب 90. يعني أصبح دلوقتي صيانة لوحدها ب 90، مكنة لوحدها ب 160، الاثنين مع بعض ب 200. The transaction price allocated to each performance obligation in contract using relative. relative يعني يا جماعة relative نسبة وتناسب. relative يعني إيه؟ نسبة وتناسب. بص يا سيدي، قال لك الماشين لوحدها ب 160 والصيانه لوحدها ب 90، يبقى مجموع الاثنين مع بعض بكام؟ ب 250. طب وبعدين؟
قال لك ناخد ال 160 ننسبها الى ال 250 تطلع نسبه معينه، ولتكن مثلا تعالى كده نجرب بالاله الحاسبه اهو، لو جيت قلت لك 160000 على 250000 يبقى بتمثل 64%، وال 90000 اكيد هتمثل الايه؟ الفرق اللي هو 64% تبقى 36%. خلاص يبقى انا هاخد النسبه دي 64% واضربها في ال 200، واخد نسبه دي اللي هي 36% واضربها في ال 200، فيطلع لي اهو 128.72. جاب ال 128 منين دي؟ اهو قسم ال 160 دي على ال 250 دي، فطلعت له 64%، ضربهم في ال 200000 طلعت 128، وهكذا. اخد ال 90 دي قسمها على ال 250 دي، طلعت له نسبه اللي هي 36%، اضرب في ال 200000 تطلع كام؟ 72. يبقى انا دلوقتي ايه؟ استعملت الطريقه دي باني دلوقتي هقدر اطلع فاتوره واعترف بايراد المعدات لوحدها، ولما اقدم خدمه الصيانه ابقى اعترف بايراد ال 72000. اتفقنا؟ طيب حسبنا الارقام، حسبنا الارقام خلاص، وقلوكتنا ترانزاكشن برايس على البرفورمانس اوبليجيشن، يلا بينا نريكوجنايز بقى. يا اخيرا هنعترف بقى بالايراد وهنطلع الفاتوره ونطبعها. خلاص ما احنا معانا دلوقتي الكميه، معانا السعر، معانا العقد، كل حاجه تمام. قال لك ايه بقى؟ ريكوجنايز ريفينيو وين اور از، وين اور از، خلي بالك دي تختلف عن دي. وين اور از، وين يعني عندما، يعني كل ما اديك حاجه اعترف بايراد، كل ما اديك حاجه تعترف بايراد، او از لما تخلص كله كما فيه. المهم هنتكلم عن از لوحدها وعلى وين لوحدها. اهو تاني ريكوجنايز ريفينيو وين اور از بيرفورمانس اوبليجيشن از ايه ساتسفايد. بيقول لك an entity recognized revenue when or as it satisfied performance obligation by transferring، لازم احول البروميسد جودز اور سيرفيس اللي هو الاسيت للعميل. طب ايه الاسيت ده؟ قال لك ده الحاجه اللي انا بنفذها للعميل، البضاعه او السلعه او الخدمه. an asset is transferred when or as customer obtain control of the asset، لازم العميل ايه؟ يستحوذ على الكنترول، السيطره، تحكم في الاصل. طب اعرف الكنترول ده منين؟ قال لك كنترول اوف ان اسيت از ترانسفيرد وين ذا كاستمر، لما العميل يبقى ايه؟ يبقى استلم الكنترول، لما العميل يبقى هاز ابيليتي تو دايركت ذا يوز اوف ذا اسيت، عنده القدره انه يستخدم الاسيت بتاعه. طب ما كده خد الكنترول خلاص. افرض انت مثلا بتبني عماره لعميل في الارض بتاعته، وجي دلوقتي العميل حضرتك بنيت له اول دور وقلت له اتفضل المفتاح، يجي يقول لك لا ما تعترفش بايراد يا شركه المقاولات انت الا لما تبني لي العماره كلها. طب ما انت خدت مفتاح اول دور وساكن فيه. لا، يبقى انت كده خدت الكنترول بتاع اول دور، يبقى انا اعترف بايراد اول دور. ماشي. اوبتينز سبستانتلي، يستحوذ جوهريا اول اوف ذا ريمينينج بنفيتس بوتيشنال كاش فلو فروم ذا اسيت. هو العميل ده معلش لو باع الدور اللي استلمه ده وقبض فلوسه، هو مش كده خلاص خد كل المنافع اللي متوقفه على الاصل ده؟ مش كده؟ طيب يبقى كده خد الايه؟ الكنترول. يبقى دلوقتي حضرتك بتعترف لما العميل ياخد الكنترول. بيقول لك ايه بقى هنا؟ A performance obligation can be satisfied either يا اما over time or at a point of time. over time دي اللي هي when، اللي كان بيقول لك عليها كل شويه when، عندما، دي اسمها over time، على مدار الزمن. or at a point of time او في نقطة محددة اللي هي كلمة ايه؟ as كما في. اتفقنا؟ خلي بالك at a point of time سهلة ما فيهاش حاجة، لما تخلص لما نطلع فاتورة. انما اوفر تايم ده حوار، نسبة اتمام بقى والكلام ده كله، ده هنفرد لها محاضرة لوحدها ان شاء الله المحاضرة اللي جاية. اهو هيدي لك فكرة عن الاوفر تايم. ريكوجنايز ريفينيو اوفر تايم بمدار الوقت او على مدار الوقت، كل ما تسلم حاجه يعترف بايراد. ريكواير ترانسفير اوف كنترول اوف جودز اور سيرفيس تو ا كاستمر اوفر تايم، انت كمان يعني مش انا هعترف بايراد اوفر تايم الا لما اسلمك بضاعه اوفر تايم، يعني كل شويه اسلمك دور من العماره، كل شويه اسلمك دور اعترف بايراد. and therefore satisfaction of performance obligation over time. ودي هتكون ايه؟ المحاضره بتاعتنا اللي جايه ان شاء الله. فيقول لك one of the following criteria must be met عشان يبقى من حقك تعترف بالايراد بمدار الزمن او بمرور الوقت، كل ما تسلم حاجه تعترف بها بايراد، لازم دول يحصلوا، او اسف واحده من دول تحصل. one of the following criteria must be met. تعال نشوف ايه دول. اول واحده the customer similarity. similarity يعني ايه؟ بالتزامن. بالتزامن يعني تاخد الخدمه تستفيد بيها، تاخد البضاعه تستفيد بيها. لا، يبقى من حق اطلع ايراد بقى. ذا كاستمر سيميلرنسي، اللي بالتزامن، ريسيف اند كونسيوم، بيستلم ويستهلك.
the benefits provided by the entity's performance as the entity perform. ال entity perform تنفذ هو يريسيف ويكونسيوم، لا يبقى من حقي بقى. اهو فور اكزامبل كليننج سيرفيس، لو حضرتك رايح متعاقد مع شركه من شركات النظافه، كل ما يجي العمال بتوع النظافه يمسحوا مسحتين في الشركه، انت استفدت بخدمه النظافه، يبقى يطلعوا لك فاتوره ويعترفوا بايراد. اهو كليننج سيرفيس ار بروفايدد تو كاستمرز اوفيس افري داي، كل يوم through the accounting period. طيب ايه تاني؟ شرط تاني ممكن يتحقق، اي واحده من الثلاثه دول لو اتحققت هطبق الريفينيو اوفر تايم. The entity's performance create or enhance an asset، يعني ال الشركه البرفورمانس بتاعها كرييت اسيت، عمل لك حاجه او عزز لك وجود حاجه عندك، يعني عمل لك حاجه، بنيت لك شقه ما كانتش موجوده، اتفضل استلمها اوفر تايم مرور الزمن، ما تقوليش لما تكمل العماره. او انهانسمنت ان اسيت، عززت لك قطعه الارض اللي عندك باني بنيت لك عليها الاساس مثلا وعملت لك البدروم، ماشي. فبيقول لك ايه؟ اون ان اسيت ذات ذا كاستمر كنترول، يعني انت عندك حته ارض وبتكنترول عليها بتاعتك. طب انا يا عم عززت لك قطعه الارض دي باني بنيت لك عليها حاجه. Control as the asset is created or enhanced. For example, اهو construction company، شركة مقاولات، erect بتركب building on the customer land، بتركب مبنى في ارض العميل. طيب شرط ثالث، او مش شرط ثالث، حاجة ثالثة لو حصلت اقدر اعترف بالrevenue over time. The assets created، الاسيت اللي الشركة بتبنيه ده بقى has no alternative use، ملوش استخدام بديل عند اي حد تاني في العالم الا عند الراجل ده. To the entity. مع يعني حضرتك كعميل لو قلت مش عايز الاسيت ده، انا ما عنديش حد غيره يشتري منك لان ده مخصص ليك. And the entity has an enforceable right، والشركه عندها ليها حق واجب to payment for the performance completed to date. الشركه دلوقتي عندها التزام واجب ان هي تاخد فلوسها عشان عملت دفعه شحن، دفعه توريد، الكلام ده كله. For example an aerospace company، شركه بتاعت معدات فضاء، contract to build a satellite، هتعمل قمر صناعي designed for unique needs، احتياج نادر شويه ل specific customer. في الحاله دي an entity does not have an alternative use for an asset، ما عنديش حد تاني يستعمله. If the entity is restricted contractually or limited practically from directing the asset to another use، لان الشركه هنا ما عندهاش اي استعمال تاني توجه فيه استعمال الاسيت دوت، وبالتالي في الحاله ديت ايه؟ حضرتك هتعترف بالايراد اوفر تايم. طيب موضوع الاعتراف بالايراد اوفر تايم دي المحاضره اللي جايه بتاعتنا ان شاء الله. اهو بيقول لك ذا accounting for contract in which revenue is recognized over time described في sub unit 1.7 اللي هنشوفها ان شاء الله المره اللي جايه. طيب لو at a point of time، يعني تاخد الحاجه بقى في نهايه العقد، تسلمني الكوبري بالكامل، تسلمني العماره بالكامل، دي يسموها ايه؟ at a point of time. بيقول لك if performance obligation is not satisfied over time an entity، ساعتها هت satisfy the obligation at a point of time اللي احنا كنا نسميها as، ماشي؟ سهل ما فيهوش قصه، يعني في نهايه العقد لما طلع فاتوره واحده وخلاص على كده. ريفينيو از ريكوجنايزد ات بوينت ان تايم هوين ا كاستمر اوبتين الكنترول اوفر ذا بروميسد اسيت، خلاص خد الكنترول بتاعه على الاسيت بتاعه في نهايه الايه المده بتاعه العقد، وطول فتره العقد مش قادر اطلع فاتوره ولا قادر اعترف بايراد. ذا فولوينج انديكيتور اوف ترانسفير كنترول شود بي كونسيدر. طيب انا اعرف منين العميل استلم الاصل بتاعه عشان اطلع فاتوره؟ ما هو انا بقى في نهايه العقد خلاص لازم اطلع فاتوره. فقال لك تعرف منين العميل استلم الاصل بتاعه؟ اي واحده من دول ممكن تقول لك. بص the entity has a present right to payment for the asset، خلاص انا بقى ليا الحق ان اخد فلوسي كامله، وطالما ليا الحق ان اخد فلوسي كامله ده معناه ان انا خدت بضاعتك. The customer has legal title to the asset، العميل نقل رخصة المبنى مثلا أو رخصة العقار باسمه، الليجال تايتل الاسم القانوني بقى باسم العميل، الرخصة بقت باسم العميل، عايز إيه تاني أكتر من كده كنترول؟ The entity has transferred the physical possessions of the asset، يعني إيه كلمة physical possessions؟ الحيازة المادية. possessions يعني الحيازة، الحيازة المادية، مين اللي بيحوز الأسيت ماديا دلوقتي؟ العميل، مش عندي في المخازن. The customer has the significant risk and the reward of ownership of the asset. المخاطر والمنافع دلوقتي، الريسك والريورد على دماغ مين؟ لو الاسيت ده ولع ولا اتحرق على دماغ العميل، يبقى انا كده كده نقلت له الكنترول، صح؟ لو الاسيت ده قيمته ضربت ورفعت في السماء، مين المستفيد؟ العميل، يبقى انا كده نقلت له الكنترول. The customer has accepted the asset، العميل مثلا مضى على محضر فحص واستلام، بس.
كل دي مظاهر تقول لك ان العميل خلاص استلم الايه الحاجه بتاعته، وبالتالي نعترف ات بوينت اوف تايم في نهايه الفتره الزمنيه بتاعه العقد. اتفقنا؟ شفت الات بوينت اوف تايم صغير ازاي؟ انما الاوفر تايم هي الحوار. العرض في الميزانيه، بص بقى الكونتراكت بتاعت العملاء العرض في الميزانيه بتاعتها لطيف قوي وظريف. يا اما حضرتك ليك فلوس يا اما عليك فلوس. بس لو ليك فلوس هتحسبها اكاونت ريسيفبل، مش كده؟ حسابات عملاء، هيبقى هنا اسمها كونتراكت اسيت. لو عليك فلوس هتعملها عن ايرني ريفينيو، ايراد غير محقق او دفعات مقدمه من العملاء، اللي هي هنا اسمها ايه؟ كونتراكت لايبيليتي. يبقى حضرتك هتذكر كونتراكت لايبيليتي في اللايبيليتي از ريكوجنايزد فور ان انتيتيز اوبليجيشن تو ترانسفير ذا جودز اور سيرفيس تو ا كاستمر فور ويتش ذا انتيتي هاز ايه ريسيفد كونسيدريشن فروم كاستمر. انا استلمت فلوس مقابل مادي من العميل ولسه ما اديتوش السلعه والخدمه بتاعته، يبقى ده لايبيليتي عليا. زي ايه؟ ديبوزيت، عمل دفعه مقدمه، اذر ادفانسز بيمنت، دفعه مقدمه للعميل باي ذا كاستمر، ساتش از سيلز اوف جيفت، بيع له هديه، سيرتيفيكتس، شهاده ريكوجنايزد از ايه كارنت لايبيليتي. الجيفت والسيرتيفيكتس هنا يعني ان انت حضرتك خدت فاوتشر خصم، فهو يعتبر خد منك الفلوس بالكامل ومدي لك ايه فاوتشر خصم. الفاوتشر بتاع الخصم دي حضرتك لسه هتروح تستفاد بيها في المستقبل، فطول ما هو مدي لك قسيمه الخصم دي وحضرتك لسه ما رحتش استلمت بيها الخصم بتاعك، يبقى كده هو حاطط على نفسه التزام. يعني كونتراكت اسيت، كونتراكت اسيت بنعترف بيها لما تكون انت اللي ليك فلوس مش عليك فلوس. لو عليك فلوس بقت كونتراكت لايبيليتي، خلاص لو ليك فلوس يبقى كونتراكت اسيت. از ريكوجنايزد فور ان انتيتي اهو رايت ليها الحق تو كونسيدريشن لمقابل مادي ان اكسشينج فور جودز اور سيرفيس في مقابل مادي البضاعه اللي حضرتك او الخدمه ذات از ذا انتيتي هاز ترانسفيرد تو كاستمر. حضرتك حولت وسلمت البضاعه للعميل وليك حق بفلوس عند العميل، فده كده بقى اسمه كونتراكت اسيت او اكونت ريسيفبل. هاويفر ذا انتيتي ماست هاف ان انكونديشنال رايت، كلمه انكونديشنال يعني غير مشروط. انكونديشنال يعني ايه؟ غير مشروط. رايت يعني اللي هي حق غير مشروط، يعني ما اروحش اقول لك هات فلوسي تقول لي ما حقق الشرط بتاع التسليم، هات فلوسي يقول لك لا لما الاستشاري يستلم ويعتمد لازم يكون unconditional right، حق غير مشروط. To the consideration to recognize as a receivable، عشان حضرتك تعترف بيه كريسيفبل يبقى لازم ده يكون حق غير مشروط، ما حدش يجي يقول لك لا ما فيش فلوس الا لما تحقق الشرط الفلاني. A right to consideration is unconditional، بيبقى غير مشروط امتى؟ If only the passage of time is required before payment of the consideration is due. امتى يبقى حق غير مشروط؟ لما حضرتك بس يبقى مش متبقي غير ان فترة زمنية تعدي عشان تاخد فلوسك. زي ايه مثلا؟ ان حضرتك قلت للعميل هديك ضمان سنة، واحجز يا عم معاك 10% من قيمة العقد ضمان، لو حصل حاجة في المبنى صلحها على حسابي. ده unconditional rights، ده حقك وتثبته اسيت طول ما المطلوب بس ان الزمن يمر. لو السنه دي مرت وخلاص ده حقك، كده بقى حقك. معلومه مهمه واخطر جزء في الموضوع كله، كونتراكت اسيت اند كونتراكت لايبيليتي ريزالتنج فروم ديفرنت كونتراكت ماست نوت بي ايه بريزنتد نت ان ذا فاينانشال ستيتمنت اوف فاينانشال بوزيشن. يعني ما تجيش في الميزانيه اللي هي ستيتمنت اوف فاينانشال بوزيشن وتنتت لي الاسيت من اللايبيليتي. يعني لو حضرتك بتعمل كذا عقد وفيهم عقد كونتراكت لايبيليتي واخد فلوس من عميل وفيهم عقد ان انت ليك فلوس عند العميل، ما تروحش تنتت الاثنين من بعض وتشوف النت هيطلع ديبت ولا كريدت وتحطهم لي يا كلهم اسيت يا كلهم لايبيليتي. لا، الكونتراكت لايبيليتي لوحده والكونتراكت اسيت ايه لوحده، متفقين؟ يعني ما تروحش تدمج الجزء اللي ليك على الجزء اللي عليك تطرحهم من بعض وتحط النت. اللي ليك ليك يتحط في الاسيتس واللي عليك يتحط فين؟ في اللايبيليتي. اوعى تنتت الاثنين من بعض في الميزانيه، متفقين مع بعض؟ طيب احنا كده خلصنا القصه بتاعت الفايف ستيبس او الخمس خطوات بتاع ريفني ريكوجنيشن. صحيح في اخر خطوه تشعب الموضوع معاك من ريفني ريكوجنيشن اوفر تايم وريفني ريكوجنيشن ات بوينت اوف تايم، هنقفل المحاضره بتاعتنا دلوقتي على كده عشان تقدر تركز، وبعدين المحاضره اللي جايه ان شاء الله هناخد فيها القصه بتاعت الايه ريفني ريكوجنيشن اوفر تايم، الاعتراف بالايراد على مدار الزمن، ونشوف بقى موضوع نسب الاتمام بقى ومستخلصات والقصص الجميله دي كلها. اتفقنا؟ عايزين كده نقرا الموضوع تاني بالتفصيل وبتروي، انا تعمدت اترجم لك كل كلمه عشان يكون مع حضرتك قلم كده وتكتب ورايا في الكتاب وبنقرا بالراحه، وتبدا تعيد الموضوع كله من الاول قراءه ظريفه، ونتقابل ان شاء الله على خير في المحاضره اللي جايه نتكلم فيها عن بقيه الاعتراف بالايراد، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.